بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم يا أستاذ المشاهدين الكرام من هنا من المسجد المحسن الشهيد في أرضي في المقصورة، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الحوار المفتوح مع الشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كالمعتاد نستقبل أسئلة المشاهدين الكرام من كل مكان في العالم. لدينا رقمين، رقم مخصوص للإخوة من مصر بإمكانهم الاتصال والسؤال من سماحة الشيخ الحبيب، وأيضا لدينا رقم دولي آخر بإمكان الإخوة الاتصال على هذا الرقم. أرجو من السادة الإخوة الكرام الشيعة أن يفسح المجال للبكريين من أجل هدايتهم. هناك الكثير من البكريين لا يفسح لديهم المجال للأسف الشديد بسبب كثافة الاتصالات، وهناك الكثير من الإخوة الشيعة الذين يتصلون، نرجو منهم أن يفسح المجال للآخرين من أجل هدايتهم. هناك أيضا كثير من المتشيعين يريدون إظهار وإجهار بتشيعهم على الهواء مباشرة، فنرجو فسح المجال لهؤلاء، ونرجو عدم طرح الأسئلة المكررة التي قد أجيبت مرارا وتكرارا. نحن بانتظار تجهيز الاتصالات من غرفة الكنترول، فكما أسلفنا سابقا بأنه الاتصالات موجهة إلى كل إخوة الكرام إن كان لديهم أي إشكال أو أي موضوع أو أي بحث أو أي مداخلة حول موضوع الشيعة والتشيع بإمكانهم الإشكال والمداخلة. أيضا لدينا كما أسلفنا لدينا رقم مصري بإمكان الإخوة من مصر الاتصال بنا على هذا الرقم إن كانوا يريدون إعلان تشيعهم أو كانت لديهم إشكالات أو تساؤلات حول مواضيع الشيعة في العالم. هناك الكثير من الشبهات التي تطرح للأسف الشديد، هناك كثير من المواضيع التي تطرح، هناك الكثير من الأكاذيب التي وجهت إلى الشيعة، فنحن من خلال هذا البرنامج سوف يجيبكم سماحة الشيخ كما اعتدنا على إجاباته، سوف يجيبكم بكل صدق، وسوف يكون كلامه من ليس ككلام البقية، لربما فيه بعض الناس هناك يستخدمون أسلوب غير مباشر أو أسلوب مواربة أو التواء على الكلام. نحن لا، في من خلال هذا النهج وما اعتدناه من سماحة الشيخ الحبيب هو يستخدم الأسلوب المستقيم والصريح في الإجابة على الأسئلة، ولن يخفي عنكم أي شيء في الإجابة على الأسئلة. فكل من لديه أي إشكال أو لربما هناك لديه صورة ضبابية عن أمر معين، فبإمكانه الاتصال بنا على أرقام الهواتف التي هي موجودة الآن أسفل الشاشة. أخي المخرج جاهز للاتصالات لولا؟ نعم. فإلى ذلك الحين تجهيز الاتصالات. نعم. طيب نبدأ بسؤال من سماحة الشيخ الحبيب. نعم، عندنا اتصال، عندنا خالد من الأهواز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك شيخنا وأسماعكم، بارك الله بكم، موفقون شيخنا. هناك كتاب اسمه ليالي بيشاور، وهو مناظرات بين علماء الشيعة وعلماء البكريين للمؤلف سلطان الواعظين محمد الموسوي الشيرازي. يقول المؤلف: من سب عائشة بين قوسين زنا عائشة فهو كافر ملحد ومهدور الدم، فما تعليق الشيخ؟ هاي هو سؤالي. نعم. والسؤال الثاني، سمعت الكثير يقولون ان الزواج يكمل الدين، فما هو تكليف المتوفى بغير زواج؟ ومعذرة بسأل الشيخ، هل الشيخ متزوج؟ نعم، هذا سؤال شخصي، احنا نريد أسئلة عقائدية. نعم. نعم. شيخنا جليل، عندنا اتصال جاهز أخي المخرج؟ نعم. نعم، يسأل هو عن ليالي بيشاور، يقول المؤلف فيه، لربما ما أعرف يعني وين موجود هذا، هل موجود أم لا. يقول بأنه من سب عائشة، هو ذكر المؤلف بأنه من سب عائشة وبين قوسين ذكر زنا عائشة فهو كافر ملحد ومهدور الدم، ما تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
في البداية نحن لابد أن نعزي مولانا صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، وكذلك عموم الأمة الإسلامية لقرب ذكرى أليمة على القلوب، وهي استشهاد السبط الأكبر الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، والتي توافق يوم السابع من شهر صفر الأحزاب. أما جوابا على هذا السؤال فنقول أولا إن العبارة المنقولة عن سلطان الواعظين الشيرازي كأن فيها تصرفا، إن لم تخن الذاكرة إنه لم يقل هكذا كما نقل دقيا وإنما بهذا المضمون، والذي قاله هو تقرير لما جرى بينه وبين بعض علماء أهل الخلاف أو دعاتهم في مدينة بشاور، وكان من جملة ما سئل حين ذاك سئل أنه هل أنتم الشيعة، يعني ما قولكم أنتم الشيعة في من يمس عرض عائشة لعنه الله وينسب إليها الزنا، ويقصدون من ذلك ما هو شائع في أوساط أهل الخلاف من أن الشيعة يؤمنون بأن عائشة زنت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مع صفوان بن المعطل. هذا هو ما يتصوره أهل الخلاف عن الشيعة، وهذا تصور باطل. أهل الخلاف يقولون إن الشيعة يكذبون بالقرآن ويكفرون به لأنهم يتهمون عائشة بالزنا، مع أن القرآن قد برأها في تلك الواقعة التي عرفت بواقعة الإفك. هذه نسبة باطلة للشيعة. الشيعة لا يقولون بأن عائشة زنت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل إنهم لا يقولون إن واقعة الإفك هذه نزلت في عائشة أساسا، لا يعتقدون بأن هذه الحادثة تخص عائشة من قريب ولا بعيد، وإنما يعتقد الشيعة أن التي رميت بالإفك في حياة النبي صلى الله عليه وآله ونزل القرآن بتبرئتها في سورة النور إنما هي السيدة ماريا القبطية عليها الصلاة والسلام، أم سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه السيدة الجليلة العظيمة الطاهرة المبرأة التي اتهمت زورا، وكان من جملة من اتهمها أيضا عائشة لعنها الله، اتهمت بأنها قد جاءت بولد هو إبراهيم من الزنا والعياذ بالله، فنزل القرآن في تبرئة هذه السيدة الجليلة. إذن الشيعة لا يقولون بأن عائشة زنت في حياة النبي صلى الله عليه وآله ونزل القرآن بتبرئتها، ومع ذلك يصر الشيعة على أنها زانية في ذلك العهد. هذا الذي أراد نفيه السيد محمد الموسوي الشيرازي، وقال ما مضمونه؟ أن الذي عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، قال ما مضمونه أنه أن الذي يعتقد يعني بهذا الأمر فإنه يكون كافرا، لأن ذلك يكون مساسا بعرض رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني من هذه الجهة هو أطلق كلمة الكفر على الذي يمس عرضا من أعراض رسول الله صلى الله عليه وآله حال حياته.
نحن من جانبنا ماذا نقول؟ نحن نقول بأن عائشة زنت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بفترة طويلة، قاربت ربع قرن على الأقل، هذا هو المقدار الثابت تبعا لما روي عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام أن عائشة في طريق البصرة ارتكبت الفاحشة، وارتكبت هذه الفاحشة مع طلحة ابن عمها لعنه الله. وحينئذ لا يكون هنالك مساس بعرض النبي صلى الله عليه وآله، لمعروفيتي ومعهوديتي أن التي ترتكب ما ترتكب بعد رحيل زوجها لا يكون زوجها يعني يتحمل شيئا من المسؤولية تجاه ما ترتكبه هي، ولا يلحقه شيء من العيب أو الثلب في مثل هذا الفرض، في مثل هذه الحالة. فإذا لا مساس هنا بعرض رسول الله صلى الله عليه وآله، كما نقول أنه أي رجل صالح كانت له امرأة في حياته هي لم تمارس الفاحشة، لكن بعد مماته بسنوات مارست الفاحشة، هل المجتمع، هل العرف يقول إنه إذا ما تكلم أحد على هذه المرأة بعد رحيل زوجها وقال إنها بعد رحيل زوجها ارتكبت هذا المنكر، هل يقول العرف أن هذا المتكلم قد طعن بعرض المتوفى؟ كلا، لأنه يقال حينئذ بأن هذا المتوفى لا يتحمل مسؤولية ما جرى بعده، لا يتحمل مسؤولية ذلك، ليس هنالك قصد للمساس بعرض المتوفى. فكذلك الحال بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله، نبينا لا يتحمل مسؤولية ما ارتكبته عائشة من منكرات بعد رحيله، بعد استشهاده، سواء كانت تلك المنكرات فاحشة الزنا أو الفواحش الأخر، وما أكثر فواحش عائشة، ومنها رضاع الكبير مثلا، هذه لا يتحملها رسول الله. الآن إذا شخص يخرج، وهذا عادة كلام كل كثير من معممي الشيعة، يعني يقولون، يتهمون عائشة أو يعني يطعنون بها أنها حللت رضاع الكبير ودخلت فيه لأنها أدخلت على نفسها الرجال الذين أمرت بإرضاعهم من أخواتها، وهم رجال كبار بالغون. الآن لما يقول شخص هذه الحقيقة ويقول إن عائشة حللت هذه الفاحشة، فاحشة رضاع الكبير، ودخلت فيه، دخلت في هذا الموضوع وأدخلت على نفسها الرجال واختلت بهم بدعوى أنهم صاروا محارم لها أو عليها، هل حينئذ يكون المتكلم الذي تكلم على عائشة بهذا الكلام ماسا بعرض النبي صلى الله عليه وآله؟ حاشا وكلا، لأن هذا الذي جرى، هل جرى في زمان النبي والنبي قد غض الطرف عنه مثلا؟ حينئذ يكون مساسا بالنبي. إذا شخص قال إنه هذه المرأة زوجة النبي قد فعلت هذه المنكرات في حياة النبي مثلا والنبي لم ينهها، هنا يكون مساسا بعرض النبي صلى الله عليه وآله. أما أن يقال بعد إذن، بعد رحيله، بعد استشهاده فعلت هذه المنكرات، هذا ليس فيه مساس بعرض رسول الله صلى الله عليه وآله. فحاصل الكلام أنه هذا الذي نقل وسجله صاحب ليالي بيشاور في كتبه إنما هو مقيد بهذا، بقضية أن يتكلم شخص
ناسبا فاحشة الزنا إلى زوجة نبي من الأنبياء ومنهم سيدهم رسولنا صلى الله عليه وآله حال حياته، إذا كانت هذه النسبة لتلك الزوجة من زوجات الأنبياء حال حياة النبي، هنالك محاذير. قد أقول قد ولا أقول ذلك على سبيل الحتم، قد تفضي لحكم من هذا النوع على القائل إذا ما أحرز أن هذا المتكلم يقصد المساس بعرض ذلك النبي، لأنه ينسب جريمة فاحشة لزوجة من زوجات ذلك النبي حال حياته، مما يظهره والعياذ بالله وكأنه ديوث. هنا نعم قد يحكم على هذا المتكلم بالكفر مثلا، بالإلحاد ممكن في بعض الفروض. أما ما بعد حياة الأنبياء، إذا ما تكلمنا عن امرأة مارست فواحش بعد رحيل زوجها النبي، فهذا لا يحكم عليه بذلك، خاصة إذا كان قصده من ذلك تنزيه النبي. يعني نحن حينما نتكلم على عائشة ونبين فواحشها ومنكراتها، قصدنا في ذلك في واقع الحال هو حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وتنزيهه، لأننا إذا غضضنا الطرف عما فعلت عائشة واعتبرناه مما أجازه النبي صلى الله عليه وآله، صار الطعن حينئذ على رسول الله، وهذا ما يصنعه أهل الخلاف. أهل الخلاف حين يقولون إن عائشة أباحت رضاع الكبير، ماذا يقولون؟ يقولون إن إباحتها لرضاع الكبير لأن رسول الله علمها هذه الإباحة، ينسبون لرسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث ترويها عائشة أنه أباح رضاع الكبير. هنا يكون في الأمر كفرا، هنا لأنك تنسب إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله تحليل هذه الفاحشة، رضاع الكبير فاحشة، أن يدخل رجل كبير على المرأة الأجنبية فتكشف له صدرها ويرتضع منها، هذه فاحشة، هذه فاحشة في الإسلام، لا يعقل ولا يتصور أن يبيحها شرعا، سواء قلت إن الحكم عام أم خاص، سواء قلت إن هذا الحكم يخص سالم مولى أبي حذيفة، أم قلت بأن هذا حكم عام، وعائشة كانت ترى أنه حكم عام لا أنه حكم يخص سالمة، ولولا أنها كانت ترى ذلك أنه حكم عام لما مارسته، يعني ولما أدخلت على نفسها الرجال بهذه الحجة. فهنا يكون طعنا ومساسا بعرض النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا المورد. أما شخص يقول إن عائشة ارتكبت فاحشة رضاع الكبير مثلا بعد حياة النبي صلى الله عليه وآله، ودون أن يجيز ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أنا أنزه رسول الله من هذه الفاحشة، وكذلك أنزهه من كل الفواحش، من كل المنكرات، بل من كل عيب وشين، هذا المتكلم لا يكون حينئذ طاعنا بعرض النبي، بل على العكس مدافعا عن عرض النبي تجاه التي خانت النبي صلى الله عليه وآله من بعده. وتفصيل هذا كله تجدونه في كتاب الفاحشة، وناقشنا كل هذه المسائل بدقة،
فننصح الأخ السائل الكريم أن يطالع هذا الكتاب ليعرف أيضا أن هذا الكلام المنقول عن سلطان الواعظين الشيرازي فيه شيء أيضا من الخلل، فيه شيء من عدم الدقة. قلنا إن أردنا تصحيح هذا القول فلا بد من حمله على فرض أن يكون الطعن في زوجة النبي حال حياته، بما يفضي إلى الطعن بالنبي صلى الله عليه وآله، أما من بعده فلا، هنا فليس لدينا هنا لا دليل عقلي ولا دليل نقلي ولا دليل عرفي على أن مثل هذا الطعن يخص النبي أو يطعن أو يسري إلى الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشاه، خاصة إذا كان المتكلم كما قلنا إنما يقصد الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله بذلك، وخاصة إذا لاحظنا أنه قد انقطعت العصمة ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة لأنها أحدثت في الدين. بمجرد أن تحدث في الدين كمثلا فعلها في معركة الجمل أو قبل ذلك من الكذب على رسول الله، من تحريف التشريعات الدينية، هنا تنقطع العصمة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين زوجته هذه. ما معنى انقطاع العصمة؟ يعني كأنها ليست بزوجته خلص، فلا تلحقها أي آثار للزوجية، خلص لا تترتب على ذلك، تنقطع، يصير هنالك شنو؟ بينونة كاملة بين الطرفين، النبي في الجنة هي تروح للنار. فالآن إذا واحد يتكلم على عائشة وهو قد عرف وآمن بأنها من أهل النار، يتكلم عليها كما يشاء، لا إشكال في ذلك، لأنه لا حرمة في الشرع للكلام على أهل النار، ولا حرمة حتى للقدح في أنسابهم في أعراضهم، كما نص على ذلك علماؤنا ومنهم المحقق الكركي عليه الرحمة والرضوان. لدينا اتصال من الأخ محمد من سوهاج، السلام عليكم. محمد جاهز؟ أخي المخرج؟ نعم. عندنا سعيد من عبادان، السلام عليكم. أخ سعيد السلام عليكم. الظاهر انقطع اتصال سعيد. اتصال آخر جاهز؟ محمد من سوهاج، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ الحمد لله بخير، تفضل. الحمد لله. والله كان عندي أنا صديق للقناة من فترة جنبه يعني أتكلمنا، نعم، وعندي أولاد كنت بحب أقرأها على عليكم على الشيخ، نعم، الشيخ على برضو الباحثين عندكم، وبستفيد منكم يعني لحد ما. مثلا النهارده هنتكلم معاكم ان شاء الله عن آية الصوفية. بدايه انا كنت قريت بحث فضيله الشيخ جميل جدا عن الاراده التكوينيه والاراده التشريعيه. وبين لنا ان الاراده التكوينيه تكون بغير سبب او بغير مقدمات. اما الاراده التشريعيه فتكون بمقدمات. بمعنى انه افعل كذا وكذا حتى لانني اريد منك ان اريد منك كذا. ذاكر جيدا، ركز في مذاكرتك حتى لاني اريد ان تنجح، مع العلم انني انا الدكتور الذي اصحح الامتحان، بالتالي هذه اراده تشريعيه وليست تكوينيه. اذا جئنا الى التفسير نجد ان ما قاله فضيله الشيخ في مبحثه في موقع تقريبا قصر الندى او حاجه زي كذا هو بالضبط ما ينطبق على آية التطهير، أنها إرادة تشريعية بامتياز. حيث يقول الله عز وجل بسم الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا. إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. هذه المقدمات. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا فيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. برضو
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم ورجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام هيكون لي أنا إذا فعلتم ما سبق، حتى أن الله عز وجل أكمل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. طيب دلوقتي لو بحثنا مثلا آية الطيطوس، بس الجزء الصغير جدا اللي أنتم تستدلوا به على أن أهل البيت هذه مصدر بها أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا مع اعتذاري في شيء من عدم التوفيق من ناحيتكم، لأن على سبيل المثال إذا ذكرنا آية سيدنا موسى، وإذ قال موسى لأهله إني أنا نارا سآتيكم هنا بصيغة الجمع المذكر وليس المؤنث، مما ينهي كل ما تقولونه أنه لماذا لم يؤنث هذه الآية. الأمر كبير جدا، وأتمنى إن أراد الشيخ أن أكون ملاحظ كان بها، وإن لم يرد أكمل معه في وقت آخر. طيب لحظة أستاذ محمد. أستاذ محمد عليكم السلام. أستاذ محمد ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد موجود؟ آسف. أيوة معك. أستاذ محمد، طيب أنت الآن طرحت يعني تقريبا شبه بحث كامل حول هذا الموضوع، إذا تحب تقدر تنتظر مع سماحة الشيخ والشيخ يناقشك حول الموضوع هذا. تحت أمرك. طيب يلا شيخنا، تحبون تناقشوا حول هذا الموضوع؟ يعني هو يطرح حول آية التطهير ويقول هي هناك بحث لديكم كان عن الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، والإرادة التكوينية أنتم قلتم بأنها بغير السبب، والإرادة التشريعية تكون بمقدمات وبأسباب. طيب شيخنا بس على هذا الموضوع، يعني الأخ يحتكم إلى السياق، والسياق هنا باطل لوجود النص. إذا جاء النص على أن هذا المقطع من الآية أو الآيات جاء لواقعة خاصة بطل السياق، فهذه التي عدها من المقدمات الكاشفة عن أن الإرادة في آية التطهير إرادة تشريعية لا تكوينية قائمة على السياق، أنها كأن هذه الآية جزءا من تلك الآيات ونزلت في موضوع واحد وفي سياق واحد، الحال خلاف ذلك بما يناهز الإجماع لدينا على أن هذه الآية الكريمة نزلت منفصلة عن تلك الآيات في حادثة الكساء، وهذا عليه اتفاق بين الخاصة والعامة، وحينئذ يبطل السياق ويبطل كل الاستدلال الذي ذكره الأخ. أخ محمد أخ محمد يسمعني من التلفزيون. أخ محمد أرجوك اسمعني من الهاتف فقط. حاضر. طيب سمحت الشيخ الآن أجابك على إشكالك. طيب الرد لفضيلة الشيخ هو يعني هو لم يأتي بدليل، هو يتحدث هكذا على استرسال أو على غير دليل، خاصة عندما يقول أن هذا يعني أتحدث عن السياق. أخ محمد عفواً أخ محمد. طيب الآن سوف أجعل سماحة الشيخ يعطيك الأدلة مرة أخرى، وأرجوك اسمع من الهاتف فقط. نعم عفوا يعني قبل أن ترمينا بعدم الدليل عليك أن تطالع وتتثبت جيدا. أنت هل تعرف ما هو قولك؟ أنا مطلع فضيلة الشيخ. طيب إذا كنت مطلع كيف إذن بنيت على السياق؟ ألا تعلم أنكم ترون أن آية التطهير منفصلة عن ذلك السياق؟ آية التطهير الآن، هذه الآية أخ محمد، هو هذا الجزء الذي أتكلم فيه. هل السؤال هو هذا؟ هذا الجزء نزل خاصا في أهل الكساء كما رويتم في صحاحكم، ومعنى ذلك أنه منفصل في سبب نزوله عن سائر الآيات، أم أن هذه الآيات نزلت دفعة واحدة؟ أجب. بداية أنت تستدل في حديث إنما يرد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، وهذا أمر إلى حد ما يثير إلى حد ما يعني عدم الفهم، خاصة
عندما نعلم أن إذا يعني بمثال بسيط إذا بحثنا عن سيدنا علي بن أبي طالب هل هو دون آية التطهير هل هو من أهل البيت أم لا؟ إذا لم يكن هناك حديث الكساء هل سيدنا علي بن أبي طالب سيكون يعني هذا الخطأ الذي أنت تقع فيه، أنت تفرض هذا كلامك، شوف أنت خطأ منهجي ترتكب. تقول إذا لم يكن عندنا حديث الكساء، ما دام عندنا حديث الكساء لا مجال للافتراضات يا أخي، يجب أن تفرض. يجب أن تفرض. شلون يجب أن تفرض؟ أنا حضرتك من هقول لحضرتك يعني ممكن تسمعني للآخر، بس إذا فرضنا عدم وجود حديث الكساء سنعلم أنه علي بن أبي طالب ليس من أهل البيت. المقدمة عندك باطلة يا أخي، شوف المقدمة عندك باطلة، أنت تفرض شيئا لا محل له. إذا فرضنا أن النبي لم يكن نبيا فمعنى ذلك كذا، هذا الافتراض افتراض علمي. إذا افترضنا أن محمد بن عبد الله ليس نبيا فهل له أن يدعي تمثيله لإبراهيم عليه السلام ويقول أنا أولى من إبراهيم أم لا؟ أم تكون الأولوية لذرية إسحاق بدلا وذرية إسرائيل بدلا من ذرية إسماعيل؟ هذا كلام لا يشترى ولا يباع في سوق العلم. ما دام ثبت بالنص وبالدلائل وبالمعاجز أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبي، فإذا هو أولى بإبراهيم من غيره. هذا المثال كالمثال الذي أنت تذكره، فأنت تقول إذا افترضنا عدم وجود حديث الكساء، أنا أقول لك هذا افتراضك، لفه في لفافة وأرجعه إلى نفسك لأننا لا نقبله. هذا الذي يقول ذلك فضيلتك يقول الجمهور وليس أنا أو أنت، هو الذي يحكم علي وعلى حضرتك. يعني ممكن أقول فكرتي وبعد كده الجمهور يحكم كما يشاء، لكن أن تحكم على كلامي فهذا لا يمكن أن تكون أنت الحكم والخصم في وقت واحد. لست حكما، أنا أبين لك خطأك. لا، أنت حكمت على كلامي في افتراضك لدفع، شوف لدفع أن الإرادة في آية التطهير إرادة تكوينية. بنيت ذلك على أي شيء؟ على السياق، إذ قلت فيه مقدمات، قلت لك إننا وأنتم ترون معا أن آية التطهير هذا الجزء من الآية نزل مستقلا في واقعة خاصة، وما دام قد نزل في واقعة خاصة فلا اعتداد بالسياق. تمام، بس أكمل كلامي بعد كده. قلت بعد إذن إذا افترضنا، هذا الخطأ المنهجي، إذا افترضنا عدم وجود حديث الكساء فيكون علي خارج مفهوم أهل البيت. تمام، لماذا تفترض مع وجود حديث الكساء؟ للفرار من إشكال أنك بنيت على السياق. خطأ، لا للتقريب وليس الأكثر من ذلك. ماشي، أول حاجة إذا فرضنا يعني أخذني كلامي إلى حد ما، إذا كان غير معقول فتأخذه للآخر. يعني بداية إذا في صوت واضح، في صوت، نعم صوتك واضح، تفضل. نعم صوتك واضح، تمام. إذا افترضنا أن سيدنا علي ليس من أهل البيت، إذا لم يكن هناك حديث الكساء، بالتالي علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين ليسوا من أهل البيت، بالتالي كانوا يحتاجون يفتقرون إلى نص حتى يكونوا من أهل البيت، بالتالي دخول سيدنا علي وسيدنا الحسن والحسين إلى أهل البيت دخلوا بنص استثنائي وليس بالحقيقة أو بالعرف أو باللغة، بالتالي هذا أمر. لكن إذا بحثنا عن زوجة الرسول صلى الله عليه وآله إنهم من أهل البيت أصلاً وبناء عليه، بالتالي أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى نص أصلاً كي يدخلوا إلى داخل زمرة أهل البيت. أما سيدنا الحسن والحسين وسيدنا علي يحتاجون إلى نص استثنائي لدخولهم إلى زمرة أهل البيت برضو بقصة ثانية. إذا كان زوج البنت من أهل البيت، إذا سيدنا عثمان بن عفان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، ونحن لا نقول بذلك. الأوضع من ذلك إذا بحثنا عن أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، القاسم وإبراهيم، سيدنا القاسم وسيدنا إبراهيم وسيدنا عبد الله، هل هم من أهل البيت أم لا؟ عندكم أنتم الشيعة ليسوا من أهل البيت، لأن أهل البيت عندكم أهل الكساء، مع العلم أن أصل أهل البيت هم أبناء الرسول صلى الله عليه وآله، وحاولتم أن تحتالوا لكن حضرتك لم تحتال في هذا الأمر، وأكدت أن بنات الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل البيت على ما أذكر يعني. لكن أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت أخرجتموهم، أدخلتم من دخلوا استثناء لأهل البيت، ثم
تحدثتم عن الآية الكريمة وقلتم أن هذه مخصصة لهؤلاء فقط دون غيرهم، مع العلم أن هذه الآية تتحدث عن كل أهل البيت، سواء كان أبناء بناتي وأبنائي وزوجاتي وعلي بن أبي طالب وسيدنا الحسن والحسين وزوجته. إذن الأمر يعني بأكمله واضح جدا أنه يتحدث بالعموم، أنتم خصصتم دون دليل واضح خالص. معك الرد فضلك، إن كنت تريد أن أكمل معك وإن كنت تريد أن أنتهي فأنتهي معكم. شوف يا أخانا، أولا نسبة أن تنسب إلى الشيعة إخراج أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل البيت هذه نسبة باطلة، فنحن نقر ونعتقد بأن أبناء رسول الله الذكور والإناث من أهل البيت. لكن الخطأ الذي وقعت فيه أنت أن لما نطلق إطلاق كلمة أهل البيت، هذه كلمة أهل البيت لها مفهوم يقصد به أهل البيت الذي جلل النبي صلى الله عليه وآله كساءه عليهم فنزلت فيهم آية التطهير، البيت الذي حوى هؤلاء، صار واضح؟ وجرت فيه هذه الحادثة، حادثة الكساء. هؤلاء مخصوصون بأن نزلت هذه الآية فيهم، أما أهل بيت النبي أو آل النبي صلى الله عليه وآله فهذا يعم أبناءه، يعم بناته، يعم حتى مثل السيدة ماريا القبطية عليها السلام. لماذا؟ لوجود التنزيل، أي أنه هنالك تنزيل مقامي. النبي مثلا صلى الله عليه وآله لما يقول سلمان منا أهل البيت، هذا تنزيل مقامي، نزله مقام من؟ مقام من كان معه في البيت وهو من أهله الأدنين أو الأدنون، صار واضح؟ إذن لابد أن تميز أنه ما هو المفهوم لإطلاقنا كلمة أهل البيت، هذا لابد من توضيحه. قطعا عندنا وعندكم أن حادثة الكساء خارج عنها أبناء رسول الله، بنات رسول الله إلا فاطمة عليه السلام، خارجة عنها هذه الحادثة زوجات النبي صلى الله عليه وآله، لا خلاف بيننا وبينكم في ذلك. الآية الكريمة نزلت في هذا الشأن، فنقول إن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية في مفهوم أهل البيت الخاص الإرادة فيهم إرادة تكوينية لا تشريعية. شيخنا احنا نطلع فاصل لأن عندنا إشكال في الإرسال، نطلع فاصل ونعود إليكم بعد حل هذا الإشكال إن شاء الله، انتظرونا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر للسادة المشاهدين الكرام عن هذا الخلل الفني الذي كان خارج عن نطاق سيطرتنا، والحمد لله عدنا إليكم الآن من جديد مع سماحة الشيخ الحبيب كان يجيب على إشكالات الأخ محمد. سلام شيخنا، تفضل. بارك الله بكم، وعليكم السلام ورحمة الله. فإحنا لعله المشاهدين ما سمعوا كلامنا بسبب هذا الخلل فنعيده لا بأس. نقول إنه نحن حين نقول نطلق كلمة أهل البيت نعني بها المعنى الاصطلاحي، هذا اصطلاح خاص بأهل ذلك البيت الذي وقعت فيه هذه الحادثة، وهي حادثة تجليل النبي صلى الله عليه وآله أهل بيته الأقربين بالكساء ونزول الآية الشريفة فيهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حين نطلق كلمة أهل البيت نقصد بها هذا المفهوم. هذه الحادثة لا خلاف بيننا وبين مخالفينا على أن زوجاته صلى الله عليه وآله خارجات منها، على أن باقي آله
كأبنائه بناته باستثناء الزهراء البتول صلوات الله عليها خارجون منها، لأن هذه اللفظة في مثل هذا المقام هي اصطلاح يقصد به المعنى التشريعي، أي الشرع الذي حدد من هم أهل البيت هؤلاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من هم؟ هم هؤلاء الخمسة، هذا عليه اتفاق. الخلاف هو في أنه هل يدخل في هؤلاء أهل البيت بالمعنى اللغوي أو أهل البيت بالمعنى المقامي. أهل البيت بالمعنى اللغوي هم أهله جميعا، هؤلاء أهل بيته، آله. يدخل في ذلك أيضا الزوجات، الأبناء، الذراري، أحيانا حتى يدخل في أهل البيت حتى الموالي، لأن مولى القوم منهم، يعني إلى هذه الدرجة. الإشكال عند المخالفين ومنهم الأخ السائل أنهم يخلطون بين هذه المفاهيم. نحن لا نقصد بأهل البيت المعنى اللغوي حتى يحتج علينا بأن زوجة المرء من أهل بيته، لا نقول بهذا. إذا كان الخلاف في المعنى اللغوي فلا خلاف، لا خلاف بيننا وبينهم في أن الزوجة داخلة في معنى أهل بيت الرجل، لأنه يضمها إليه في بيته. بل حتى المولى أي العبد الخاتم الخادم يدخل أيضا في هذا المفهوم، لأنه يضمه ضمن أهل بيته. إنما النزاع في هذا أنه هذه الحادثة أي المعنى الشرعي لأهل البيت، الحادثة التي خصت أهل الكساء صلوات الله عليهم، هل يدخل فيها زوجاته، تدخل زوجات النبي صلى الله عليه وآله في هذه الحادثة أم لا؟ نحن نقول هن خارجات، لأن هذا الحدث خص هؤلاء الخمسة. طيب، يأتي هنا عادة إشكال يطرحه المخالف، يقول إذا كان خاصا بهؤلاء الخمسة ومفضيا إلى عصمتهم، لأننا نستدل بآية التطهير على عصمتهم وعلى إمامتهم صلوات الله عليهم، فكيف سريتم الحكم إلى بقية الأئمة عليهم السلام الاثني عشر؟ هذا الإشكال الذي يطرح. نقول هذا من باب التنزيل المقامي لورود النص، حيث اتفقنا على أن مفهوم أهل البيت الشرعي الذي نزل بالقرآن الحكيم وبينته السنة المطهرة هو مفهوم شرعي. ما معنى أن نقول هو مفهوم شرعي؟ أي يفتقر إلى النص، لا بد إلى نص من نص هنا حتى ننزل هذا الشخص هذا المقام، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص من الله. البقية من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام لحقتهم أحكام أهل البيت الخمسة، أهل الكساء الخمسة، لحقتهم تلك الأحكام للنص. الرسول نص صلى الله عليه وآله على الأئمة الاثني عشر، أمير المؤمنين كذلك، الحسن الحسين عليهم السلام، وهؤلاء هم أهل الكساء. هؤلاء قالوا إن هؤلاء البقية، يعني التسعة بقية الأئمة عليهم السلام، حكمهم حكمنا، فأدخلناهم في مفهوم ماذا؟ أهل البيت الشرعي الذي يستلزم التطهير، العصمة، الإمامة، الحجية إلى ما هنالك. أما البقية، السيدة ماريا، ما أدري سلمان، أبو ذر، هؤلاء من أهل البيت، بأي مفهوم؟ بالتنزيل المقامي، نزلهم النبي صلى الله عليه وآله هذه المنزلة، قال هؤلاء منا، نزلهم هذه المنزلة، لا على النحو الشرعي، لا على النحو الذي يدخلهم في أهل البيت الذين هم معصومون مطهرون نزلت فيهم هذه الآية، وإنما شرفهم وجعل لهم مقاما، هذا الذي نقول. فإذا لابد من التفكيك. وعلى أي حال، هذا كله لا علاقة له ببحث أن الإرادة في آية التطهير تشريعية أم تكوينية، يعني هذا انتقال من طور إلى طور. الأخ غفل عن طريقة الاستدلال الصحيح.
هب أن البقية دخلوا في مفهوم آية التطهير، فكيف تستدل على أن الإرادة هنا إرادة تشريعية لا تكوينية؟ يقول بالسياق، لأن السياق فيه مقدمات كاشفة عن أن هذه الإرادة إرادة تشريعية. نحن نقول هذا السياق، الاستدلال هنا بالسياق باطل. لماذا؟ لورود النص القاطع على أن هذا الجزء من الآيات نزل مستقلا، فإذا لا سياق هنا. وهذا للعلم مقرر في علوم القرآن، وحتى يقوله حتى بعض مفسريهم أيضا، يعني في موارد أخرى يقولون إذا جاء النص بطل الاستدلال بالسياق. أخ محمد، الآن سمحت الشيخ أجابك، هل عندك سؤال حول هذا الموضوع؟ إجابة وليس سؤال. طيب، ولكن باختصار شديد حتى نفتح المجال للآخرين، بارك الله بكم. الموضوع أكبر من أن يكون اتصال، بس أنا هحاول بقدر الإمكان يعني. يعني ورحمة لأنه لدينا كم اتصالات هائل، فنحن لا نريد أن نأخذ وقت البرنامج يعني كاملة في إشكال واحد. بارك الله بكم، شكرا جزيلا. حاضر. كان على فضيلة الشيخ أن يؤكد لنا أنه يجب على من يريد أن يدخل أهل البيت، سيدنا علي وأبنائه في زمرة أهل البيت، احتجنا إلى دليل وهو حديث الكساء وبسندها إلى آية التطهير. بالتالي إذا أردت أن تخرج أحدا من أهل البيت يجب أن يكون لديك دليل نافي أو مخرج لهم، مثلا على سبيل المثال فأنجيناه وأهله إلا امرأته، لا يعني إلا امرأته هنا خرجت بدليل. أما أن يخرج أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله الأصليين دون دليل، هذا أمر إلى حد ما عبثي، إلى حد ما لا يمكن أن يكون على الإطلاق. أما الحديث أنه أن هذه الآية المقتطعة من سياقها هي المرادة بذاتها دون السياق، فهذا أمر يحتاج إلى دليل، أيضا دليل ينفي أنها مرتبطة بالآية التي قبلها، وليس دليل يثبت أنها تابعة لعلي بن أبي طالب وأبنائه. بالتالي هذا أمر عبثي، لأننا هنا لم نأتي بدليل ينفي دخول هؤلاء الزمرة إلى هؤلاء الزوجات والأبناء وسيدنا سلمان وكل المسلمين في هذا السياق، لأن أهل هنا ممكن نرجع للموضوع الثاني، هل هم أهل الدين أم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهناك فرق بين أهل محمد وأهل بيت محمد، لأن أهل محمد هم كل المسلمين، أما أهل بيت محمد فهم العتة الطاهرة. بالتالي أنا لن أطل على حضوركم، وأسأل الشكر على الاستقبال، وأتمنى أن يكون بيننا وبين فضيلة الشيخ الوقور لقاءات أخرى، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، تحبون تجيبون على ما طرحه الأخ؟ إيه، يعني أنا أتعجب من هذه الطريقة في الاستدلال، أنه يقول أنت حين تقول أن هذا الجزء المقتطع من الآية يخص هؤلاء أنت لم تقدم دليلا، وهل هذا بحاجة إلى دليل؟ يعني هل يوجد أحد قائل بأن هذه الآية نزلت في مورد غير مورد حديث الكساء الذي يخص هؤلاء الخمسة؟ هذه حتى الأحاديث الصحيحة عند القوم لا تقول إن حديث الكساء نزل وأن هذه الآية نزلت في غير هؤلاء، لا تقول. فدعواه بأنه أنت لم تقدم دليلا في ذلك كأنها يعني غفلة عن سبب نزول هذا الجزء من الآية، يعني لا قائلة. الآن أنا أوجه حتى أوضح يعني المسألة بشكل أكثر تبسيطا، نوجه سؤالا الآن إلى أي مفسر، سواء كان شيعيا بكريا أي مذهب، نقول له قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت طبقا للأحاديث في من وفي أية واقعة؟ ماذا يقول؟ يقول نزلت في هؤلاء الخمسة، صحيح، في واقعة كذائية في يوم كذائي، روي ذلك عن أم سلمة، روي حتى عن عائشة، روي عن البقية، كلهم رووا، حتى أن في الرواية أن أم سلمة قالت للنبي صلى الله عليه وآله وأنا منهم، قال لا أنت على مكانك وأنت إلى خير أو على خير. فلا يوجد أحد يقول لك لا هذه الآية نزلت في غير هذا المورد.
فأن يأتي ويقول لا هات لي دليلا ينفي انطباق الآية على غير هذا المورد، هذا كلام باطل. هذا عينا مثل الذي يأتي ويقول، يقول الله تعالى مثلا فرض علينا حج البيت لمن استطاع له سبيلا، صحيح؟ وبعض المسلمين فعلوا ماذا في زمان عبد الملك بن مروان؟ حجوا إلى القدس، حجوا إلى القدس وطافوا 7 أشواط حول الصخرة اللي هو هذا الآن مسجد الصخرة يسمى، وحلقوا شعورهم وذبحوا ويعني أهدوا قدموا هديا. زين، هذه بدعة أم لا؟ زين، إذا واحد سألهم قالوا الله فرض علينا حج البيت، يقولون هات لنا دليلا على أن حج البيت لا يجوز بالنسبة إلى غيره، إلى بيت آخر، هات لنا دليلا على أن دليلا ينفي جواز الحج لغير هذا البيت، هذا كلام يقبل؟ لا يقبل هذا الكلام. هذا نفس كلام الأخ الآن لما يشكل في مثل هذا الكلام، كلام يعني مع احترامنا له الكلام نفسه كلام سخيف غير موزون. يقول هات لي دليلا يخرج البقية من أهل البيت عليهم السلام. يا أخي نحن نتكلم عن أن هذه الآية نزلت في واقعة خاصة ولها أحكامها الخاصة، هذا يفترض أن يكون عليه اتفاق. أنتم لماذا يعني بالقوة تريدون إقحام بقية زوجات النبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية بالذات؟ لماذا؟ أنت تقول لأنهم من أهل بيت الرجل. يا أخي والنزاع ليس بالمفهوم اللغوي، النزاع في المفهوم الشرعي القرآني. ما المقصود بأهل البيت هؤلاء؟ المقصود البيت الذي ضم النبي وهؤلاء الأربعة الذين معه حين نزول هذه الآية، حيث غطاهم بكسائه الشريف، هذا هو المراد. فكيف ندخل فيه من أخرجهم النبي؟ يعني أم سلمة لما لم يسمح النبي بدخولها وهي من السيدات الفاضلات من زوجات النبي صلى الله عليه وآله؟ وعلى أي حال كما قلنا هذا التشتيت أيضا للموضوع خطأ. بالنتيجة أصل البحث ما هو؟ أصل البحث حسب إشكاله يقول أنا قرأت بحثكم ويقول أنتم أكدتم على أن الإرادة هنا إرادة تكوينية لا تشريعية. يقول أنا أستدل على أن الإرادة تشريعية بما سبق هذه الآية، استدلال بالسياق. قلت لو هذا الاستدلال باطل، لأنه إذا جاء النص بطل السياق، وهذه كلمة شبه إجماعية للعلم، يعني تطبق في موارد عديدة، في موارد عديدة، أنه القرآن السياق القرآني حجة. نعم، في حال فقدان النص، إذا جاء النص النقلي الشرعي على أنه جزء من آية أو آية مستقلة أو حتى إن شاء الله كلمة فيها نص خاص، بطل الاستدلال بالسياق حينئذ، انتهى. ما دام جاء هذا النص، جاءنا نص على أنه هذا الجزء من الآيات نزل في حادثة خاصة، فإذا أيا كان من يشملهم هذا الآن، الآن ليس النزاع في من هم داخل أهل البيت ومن هم خارج أهل البيت، هذا قلنا بحث آخر. أيا يكن يبطل الاستدلال بالسياق، فالمقدمات تتساقط، المقدمات التي زعم أنها مقدمات راجعة إلى ماذا؟ إلى السياق، هذه كلها تتساقط لأن لوجود النص. خلص، أحسنتم شيخنا الجليل. شيخنا الجليل، نرجع إلى أسئلة الأخ من الأهواز، يقول بأنه الزواج يكمل الدين، فما تكليف من توافيه المنية وهو غير متزوج؟ يعني هل هو لم يكمل نصف دينه؟ يعني في الرواية الشريفة شرار موتاكم العزاب، أو شرار موتى أمتي العزاب، في بعض الروايات عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. فالعزوبية يعني مذمومة في الإسلام، إذا كان مقصرا في يعني ذلك، يعني كان قادرا على الزواج لكنه لم يتزوج، يكون قد دخل في الذم حينئذ. لكن إذا لم يكن، يعني ظروفه لم تسمح له مثلا، فهذا لا شيء عليه، دينه مكتمل.
ليس هنالك شيء قد أنقص من حظه الأخروي. لما يقال إكمال الدين بالزواج يعني شنو؟ مو يعني الإنسان ما عنده دين، يعني عنده دين، ولكن القصد أنه ماذا؟ أنه يكمل حظه الأخروي، يعني يذهب إلى الله وله دين كامل، أي أدى ما أراده الله عز وجل منه، ومنه الزواج. يعني عرفتوا شلون؟ يكمل حظه في الآخرة، هذا المقصود. أصلاً أكثر من الزواج، أحسنتم، يعني الحج الذي هو ركن، يعني بعد الزواج أمر مباح، يعني مو واجب على الإنسان واحد ما يتزوج أبدا. عليكم السلام ورحمة الله. عندنا بعض الأنبياء ما تزوجوا، مثلا المسيح عليه السلام لم يتزوج، عندك النبي يحيى عليه السلام مثلا لم يتزوج، يعني وآخرون ظروفهم ما سمحت لهم. فمع ذلك الحج ركن واجب، واجب. نفرض شخص يعني بعد ما استطاع إلى بيت الله سبيلا، ما عنده استطاعة لم تتحقق له مثلا، أو تخلية السرب أيضا لم تتحقق له، ومات ولم يحج، هذا عليه شيء؟ ليس عليه شيء أيضا، معذور عند الله تعالى. نعم، لدينا اتصال من الأخ محمد من مصر. السلام عليكم أخ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم، اهلا وسهلا، تفضل اطرح سؤالك واسمعني من الهاتف فقط، لا تسمعني من التلفزيون ارجوك. ماشي. كنت عايز اسال الشيخ ياسر الحبيب، معاك يا شيخ. نعم. كنت عايز اساله ليه النبي صلى الله عليه واله وسلم كان السيده عائشه رضوان الله عليها، لا 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 يعني لا، لعنة الله على عائشة. أخي محمد أرجوك بدون ترضي على الشخصيات المختلفة. لا أنا لا لا تترضى، أكمل يعني سؤالك، أكمل سؤالك، بارك الله بك، شكرا جزيلا. ليه سؤالك، ليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من عائشة؟ طيب مع ما فيها من الصفات يعني اللي الشيخ ياسر بيقول. نعم، طبعا هذا السؤال جاوبناه أكثر من مرة، أكثر من مرة جاوبناه. وأرجوك أخي الكريم محمد، إذا تحب أنت بإمكانك أن تطلع على محاضرات سماحة الشيخ الحبيب حول هذا الموضوع، وإن شاء الله سماحة الشيخ سوف يجيبك باختصار إن شاء الله حول هذا الموضوع. بإمكانك زيارة الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الحبيب، موقع القطرة، وأيضا على اليوتيوب بإمكانك مشاهدة الإجابة على سؤال. اكتب مثلا عبارة ياسر حبيب زواج عائشة من الرسول، فسوف تجد إجابات متكررة لسماحة الشيخ على هذا السؤال، ولكن سماحة الشيخ سوف يجيبكم باختصار إن شاء الله، أجيبه بإذن الله. نعم، عندنا اتصال محمد من ألمانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. ألو. بلي. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل سؤالك، تفضل سؤالك أخي محمد واسمعني من حياكم الله أخ فايز وحيي الشيخ. حياكم الله. مداخلتي حول الآية الكريمة، آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أوكي؟ خلي خط حول يذهب عنكم والرجس. الآية الكريمة لم تقل منكم، قال عنكم، وفرق كبير بين من عنكم ومنكم. كيف توضح لنا الآية عن يوسف عليه السلام؟ لنذهب عنه، لا لنذهب إيه؟ لنذهب عنه الرجس إنه كان من عبادنا المخلصين. إذا قال منه يعني هو مليء بالرجس والخرس. كذلك آل البيت، الله إرادة منه طهرهم هؤلاء الخمسة. الرجس من هو؟ الرجس ما هو؟ الخباثة والمبقات والآثام والانحراف، في حين نرى زوجاته دخلت بهذا الانحراف، وهو أهم انحراف هو حرب الجمل. فكيف يكون الله طهرها وذهب عنها الرجس وهي دخلت بهذا الموضوع؟ ثانيا، السنة النبوية هي شنو؟ فعل النبي وتقريره وحديثه. عندما جعل الكساء هذا عمل أنه استثنى هذه الآل وهم الخمسة. وشكرا جزيلا وحيا الله الشيخ وحيا الله الشيخ. بارك الله بك، شكرا جزيلا. مع السلامة. طيب سمحت الشيخ، لو تجاوبون على سؤال الأخ محمد من مصر، لماذا النبي تزوج من عائشة مع ما فيها من الصفات السلبية؟ ليبتلينا الله عز وجل، أراد ابتلاءنا بهذه المرأة، فأمر نبيه صلى الله عليه وآله بأن يتزوجها.
ليعلم من منا يطيعه يطيع الله عز وجل ومن منا يطيع هذه المرأة. وفي ذلك أحاديث رويت عند الفريقين، مضمونها أن أمير المؤمنين عليه السلام وعمار بن ياسر عليه الرضوان يقولان لبعض المعترضين على ما جرى في معركة الجمل، يقولان إن الله ابتلاكم بها أي بعائشة ليعلم أيهما تطيعون إياه أم هي. فالله عز وجل من حكمته يقرب بعضا من النساء الفاسدات لأنبيائه صلوات الله عليهم لكي تبتلى بذلك أممهم، كما أمر مثلا نوحا عليه السلام أن يتزوج امرأة فاسدة، وكانت هذه امرأة كافرة لم تؤمن بنبوة نوح وآذته كثيرا، والله عز وجل لم يأمر نوحا بأن يطلقها. وكذلك الحال بالنسبة إلى لوط عليه السلام، فإن الله عز وجل أمره بأن يتزوج هذه المرأة الفاسدة التي كانت تحث حتى على الفاحشة، وأيضا لم يأمره الله عز وجل بتطليقها. وكذلك حصل حتى مع النبي هود عليه السلام وجملة من الأنبياء. فليس مجرد زواج نبي من الأنبياء، يعني ليس مجرد زواجه بامرأة ما دال على صلاحها، ولا يقال إنه لو كانت هذه المرأة فاسدة فلماذا إذن تزوجها، لأننا نعلم أن جملة من نساء الأنبياء كن فاسدات، بل حتى من نساء نبينا صلى الله عليه وآله. يعني هنالك مثلا بعض نساء نبينا صلى الله عليه وآله التي عليها يعني عليهن اتفاق أنهن كن فاسدات، مثلا قتيلة بنت قيس الكندية مثلا التي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله في أواخر أيام حياته ولم يطلقها أيضا، فمات عنها وهي في عصمته وهي زوجة له، ولكنها بعد ذلك ارتدت، آمنت بمسيلمة الكذاب ونكحت عكرمة بن أبي جهل. هذا موجود عند أهل الخلاف. فهذا صلاح أم فساد من هذه المرأة؟ هذا فساد. النساء اللاتي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن بعضهن شككن في النبوة، مثلا لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قالت إحدى نساء النبي، قالت لو كان نبيا لما مات ابنه، حسب تصورها الجاهلي تتصور يعني ابن نبي لازم يعيش ما يموت، فطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا. وغير يعني نساء كثيرات، نساء النبي فيهن الصالحات فيهن الطالحات، والقرآن يؤكد هذه الحقيقة، لأنهن إذا كن جميعا صالحات، يعني الله عز وجل لا ينزل في اثنتين منهن يعني سورة كاملة فاضحة لهما اللي هي سورة التحريم. يقول الله تعالى لعائشة وحفصة، يقول إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والصغو هنا الزيغ، والزيغ هو الكفر، وإن تظاهرا عليه يعني تتظاهران على رسول الله أي تتآمران عليه تحملان عليه، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وأيضا الله عز وجل يقول مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وآله، يقول يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. إذا كن جميعا صالحات ولا يتوقع منهن الفساد أو الفاحشة ارتكاب الفاحشة، فلماذا الله عز وجل يهددهن؟ يعني مجرد أن الله عز وجل أنزل هذه الآية في سورة الأحزاب وهددهن أنه من يأتي منكن بفاحشة مبينة لن أعطيها عذابا واحدا، عذابا يضاعف لها العذاب ضعفين،
حكمكم حكمكن يختلف عن حكم باقي الأمة. هذا معناه إمكان وقوع بعضهن ماذا؟ بالفاحشة، وهذا دليل على أنه بعضهن فاسدات. يعني الله ليس عبثيا والعياذ بالله، الله حكيم، لا ينزل آية إلا لحكمة. إذا كانت هذه الآية لا يمكن أن يعني يكون لها انطباق، أنه أحد من نساء النبي لا يمكن أن ترتكب الفاحشة، فتصبح هذه الآية من ماذا؟ من قبيل اللغو، والله عز وجل منزه عن اللغو. هل تأتي أنت مثلا وتهدد شخصا ما بأمر أنت تعلم أنه لن يرتكبه؟ هذا يعني لغو، هذا سفاهة، هذه الله يجل وينزه عن ذلك. فمن خلال هذه الآيات، من خلال الأحاديث الشريفة، من خلال السيرة والتاريخ، نعرف أنه نعم هنالك نساء فاسدات لبعض الأنبياء، ابتلي بهم الأنبياء، منهم نبينا صلى الله عليه وآله ابتلي بعائشة، بحفصة، برملة اللي يقال لها أم حبيبة، بغيرهن. كانت لديه نساء صالحات ولديه نساء طالحات أيضا، ابتلي بالنساء الطالحات، والله أمره بأن يتزوج من هؤلاء النساء لأجل ابتلاء الأمة، ليختبر الأمة. أي نعم. لدينا اتصال من الأخ محمد من الجيزة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. أهلا وسهلا فيك. نعم تفضل، سؤالك أخي محمد. سؤالي، وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد اسمعي من الهاتف فقط أرجوك، بارك الله بك. لولا مال خديجة وسيف علي ما قامت للإسلام قائمة. لولا مال خديجة، صلاة الله عليه. أخي محمد اسمعي من الهاتف فقط، بارك الله بك. نعم اسمعني من الهاتف فقط واطرح سؤالك أو مداخلتك. فما الحديث عن أم المؤمنين الكبرى خديجة؟ لا توجد. يا أخي محمد وطي على صوت التلفزيون، بارك الله بك، وطي على التلفزيون واسمع من الهاتف بس. لا يوجد حديث عن أم المؤمنين الكبرى خديجة في كل البرامج الإسلامية. والله أسمعك من التليفون. نعم. نعم. طيب فأين أنتم من أم المؤمنين الكبرى خديجة؟ العالم الإسلامي يريد أن يعرف من أنفقت كل ما لها على هذه الدعوة الطيبة المباركة. وشكرا لكم وبفضيلة الشيخ. بارك الله عليك. السلام. بارك الله عليك. اتصال عندنا من انقطع اتصال شيخنا، هذا كان مثل يعني كعتاب لنا حول موضوع أم المؤمنين خديجة. ما ردكم على كلام الأخ يعني محمد؟ نقر طبعا أننا جميعا مقصرون في بيان ما لهذه السيدة الكبرى خديجة الغراء صلوات الله عليها من الفضل والمناقب والعظمة والمآثر التي بالفعل لولاها لما قام الإسلام، بالفعل نقر بذلك. لكن الحمد لله الله عز وجل وفقنا غير مرة لذكرها في بعض محاضراتنا وبيان شيء من مآثرها ومن عظمتها ومن فضلها. ولذلك نحيل السائل الكريم إلى الليالي الرمضانية قبل سنتين لعله، الآن لا أتذكر، حيث في أيام شهادتها صلوات الله عليها أو وفاتها تحدثنا مفصلا عنها على مدار ليال، وذكرنا بعض الأحاديث في شأنها صلوات الله عليها، وأيضا تكلمنا عنها في بعض المحاضرات الأخرى السبتية على ما ببالي. وعلى اتحال هذا العتب مقبول وأيضا يعاد توجيهه إلى عموم الدعاة الذين هم بالفعل مقصرون في هذا الجانب،
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نؤدي واجبنا تجاه هذه السيدة الجليلة صلوات الله عليها على أكمل وجه إن شاء الله، ولا أظننا سنخرج من هذا التقصير، لأنه مهما نتحدث في بيان جلالة هذه السيدة العظيمة نكون مقصرين لا شك. شيخنا الجليل، أنا يعني حينما أتذكر بعض محاضراتكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمتدح خديجة الكبرى سلام الله عليها كثيرا، صلوات الله، فهل لكم أن تذكروا للسادة المشاهدين الكرام بعض فضائلها وما ذكر في شأنها صلى الله عليه وآله، وحينما كان يقارن بينها وبين ما جرى له بعد وفاتها رضوان الله تعالى عليها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ما رزق زوجة كخديجة، يعني حتى أم سلمة عليها السلام والسيدة ماريا السيدة ميمونة عليهما السلام أيضا من النساء الصالحات لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن لسنا مثل خديجة. هنالك كلمة من النبي صلى الله عليه وآله يعني جدا تهز المرء، يعني حقيقة لما يتأمل فيها، لما يصف السيدة خديجة يقول رزقني الله حبها، يعني هذه كلمة جدا مهمة تهز الوجدان. هذه النبي صلى الله عليه وآله يعتبر أن حب خديجة له وحبه لها هذا رزق من الله، رزق من الله تعالى. ثم لاحظ أنه كيف كان وفيا لها حتى بعد رحيلها بسنوات، فما يخرج من بيته إلا ويذكرها، وكان ذلك يؤدي إلى يعني أن تستشيط عائشة غضبا، حتى أنها ذات مرة شتمت السيدة خديجة صلوات الله عليها، أنه عائشة كانت طويلة لسان معروف، وهذا العلم يرويه أهل الخلاف ويقرون به، أن عائشة ذات مرة شتمت السيدة خديجة من كثرة ما يذكرها النبي صلى الله عليه وآله، تقول له قد أبدلك الله، قالت ما تريد بامرأة حمراء الشدقين، زين يعني تصفها بأنها عجوز يعني كبيرة في العمر في السن هكذا. طبعا هذه أيضا تهمة باطلة للعلم، على أنه هذا لا يعيب خديجة بشيء، يعني على فرض أنها أكبر من النبي صلى الله عليه وآله، طبعا نحن حسب بحثنا أنه ما كانت أكبر، يعني الشائع عند أهل الخلاف أنها تزوجها النبي عمرها كم 40 سنة والنبي 20 سنة حسب دعواهم، هذا كلام باطل، نحن حسب من الذي رأيناه وجدنا العمر متقارب، يعني بعض الروايات حتى التي من طرق أهل الخلاف تقول 25 سنة كان عمرها مثلا، بس هذا كان عمل عائشة أنها تريد ماذا، يعني كأنها تريد تقبح السيدة خديجة وتجمل نفسها، فزعمت أولا أن خديجة تزوجها النبي ثيبا ولم تكن يعني بكرا عذراء، وأنا البكر، تقول أنا العذراء الوحيدة، أنا البكر الوحيدة، طبعا القضية معكوسة أصلا السيدة خديجة عليه السلام لم تعرف رجلا قبل نبينا صلى الله عليه وآله وتزوجها بكرا عذراء للعلم. هذا كله أيضا بالمناسبة في الفصل الثاني من كتاب الفاحشة ناقشناه وأسهبنا في الحديث حوله بالأدلة وبالمصادر، كثير أشياء شائعة في وسط المسلمين لازم واحد يكنسها وينظف عقائد المسلمين وأفكارهم من هالترهات والأكاذيب. وأيضا كانت تريد هكذا دائما أنها يعني تقبح السيدة خديجة والعياذ بالله، فيعني تصفها بالهرم وبال يعني أنها عجوز وأنها كبيرة سن وكذا، فوصفتها كذا أنه باعتبار المرأة العجوز يعني لثتها ويعني شدقاها يعني يصير لونهم أحمر هكذا يعني بطريقة خاصة أو بشكل خاص، فتقول ماذا تريد من امرأة هكذا حمراء الشدقين،
قد أبدلك الله بخير منها، تعني نفسها. فنهرها النبي صلى الله عليه وآله وقال مهما أبدلني الله خيرا منها، أبدا لا أنت ولا غيرك، هي خيركن، ما أبدلني الله بخير منها. وأنا لي تحليل الخاص في أن النبي صلى الله عليه وآله لماذا دائما يذكر خديجة وخاصة في بيت عائشة. أنت إذا تلاحظ الروايات، يعني أنا ما أتذكر الآن عندنا رواية أن أم سلمة مثلا كانت تغار من خديجة وتقول للنبي ليش دائما تذكرها مثلا، ما أتذكر أنه ميمونة مثلا تقول هكذا أو غيرهما. عائشة حسب تحليلي أنه ذلك للآلام التي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله بسبب عائشة. يعني عادة الرجل الذي تكون له زوجة وثم يفقدها، وهذه الزوجة محبة له، مطيعة له، خادمة له، تريحة، يعني مريحة على آخر صحيح، ثم بعد إذن يتزوج زوجة أخرى، لا كالوحش نعوذ بالله، تؤذي، تفسد عليه معيشته، تنغص عليه حياته، صحيح؟ هذا دائما يستذكر يعني يقارن ما كانت عليه امرأته التي توفاها الله عز وجل وهذه المرأة. كان عندنا أحد العلماء من أساتذة الحوزة تقريبا هكذا شيء حصل له، أنه كانت لديه زوجة سابقا، يعني مطيعة مؤدبة محترمة، كانت هي بنفسها تعد يعني تهيئ الغرفة التي كان هذا العالم يلقي درسه فيها لطلبته. كان الطلبة يأتون له، مجموعة من الطلبة قلائل أيضا مو كثير، 5-6 يأتون في درس خاص في بيته. والبيوت خاصة هناك في إيران، يعني البيوت خاصة في قم، إذا الإخوة شايفين قم القديمة أيضا، يعني بيوت صغيرة جدا، فأحيانا الأهل يتضايقون، يعني يذهبون إلى مثلا يضطرون إلى أن يمكثوا في مكان مثلا جزء المطبخ. من البيت بالمطبخ، ما أدري تحت الدرج مثلا، تحت السلم كذا، حتى بس هذا الحيز شوية يكون فارغ للضيوف. فهؤلاء كانوا يأتون يوميا يدرسون عند هذا العالم ساعة من الزمان مثلا، هي كانت تهيئ كل شيء، مثلا تهيئ، تنظف المكان، ترتبه، توظبه، تهيئ لهم الشاي مثلا، شيئا من الأكل مثلا، شيء من هذا القبيل. وعلى هذا الحال سنوات، فكان مرتاح هذا العالم، ثم توفى الله عز وجل هذه المرأة فاضطر للزواج بامرأة أخرى. هاي المرأة الأخرى كان دائما هذا العالم يذكر امرأته القديمة، يقول هاي المرأة الجديدة مع الأسف تنغص علي حياتي، كل ما يأتي هؤلاء يطر. أولا البيت يعني مهمل، ما يعني تقوم بواجباتها أو يعني بدورها، في خاصة هذه الغرفة أو هذه الصالة التي يستقبل فيها الناس، يعني عمدا، لأنها تكره أن هؤلاء يأتون يوميا ولا تهيئ شيئا من الطعام لهم، لا تهيئ شيئا من الشراب لهم، شيء من هذا الغير. فدائما يتذكر، يعني يتذكر تلك المرأة ويقارن بالمرأة الجديدة التي أيضا ينقل عنها أنها دائما تذمني، تلومني، أنت إلى متى هالحال. يعني عادة العالم الديني وضع شنو مخربط دينيا، إلا إذا يرتبط بحكومة خامنئي يتنغنغ يصير غني أو يصير عميل، يعني هم يصير زين. فعادة العالم الديني ما عنده إمكانياته ضعيفة، فلوسه قليلة، فكثير من المتطلبات الأسرية المنزلية ما يقدر يوفرها، يعيش حياة الزاهدين. الزوجة لازم تستوعب هذه الحالة، أنه هذا زوجي هكذا، هذا رجل مجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا ناذر نفسه لنشر علوم أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. فتلك المرأة السابقة كانت بالنسبة له مستوعبة هذا الأمر.
أما هاي المرأة الجديدة لا، دائما شنو تنقنق بقولتنا، دائما الظل إلى متى هالحالة، شوف حالتنا، ليش إحنا مو مثل العالم، ليش ما نطلع مثل العالم، أنا هذا الكلام نريد نعيش، نريد ما أدري شنو هالشكل يعني. وفوق هذا كل شوية ذولا جايين، ذولا طلبتك ومأذيننا بالبيت، وإحنا بيتنا شقد والقدوتة أيضا، هذول هم يدخلون وكذا، وأنا اضطر أروح للمطبخ وأروح ما أدري وين، يعني أريد حريتي، أريد ما أدري كذا من هالحكي هذا. فتحليلي هكذا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعاني من هذا الأمر، يعني إحدى معاناته أنه عائشة كانت تقلب العيشة عنده في البيت إلى يعني جحيم، أشبه بجحيم. ولهذا نزل القرآن، يعني معقول القرآن الله عز وجل يصفها هي وحفصة بالتظاهر على رسول الله ويهددهما بجيش عرمرم، الله والملائكة وصالح المؤمنين وجبريل كل هؤلاء، يقول أنا أحاربكما أنتما المرأتان. قرأوا سورة التحريم، هذا لابد أن تكون له دواعي وأسباب قوية، مؤامرات داخل بيت النبي صلى الله عليه وآله. فالنبي صلى الله عليه وآله لما كان يخرج حتى من عند عائشة يذكر خديجة رحم الله خديجة عند الباب، لعله كان يستذكر مثلا أنه الموقف لما يكون عند الباب يريد أن يخرج أيام خديجة، لعل السيدة خديجة كانت تأتي تحتضنه مثلا، تقبله، صحيح تقبل رأسه مثلا، شيء من القبيل، فيستذكر، يستذكر كيف كانت معه، تعاملها معه. وفي المقابل هاي عائشة مثل البومة، زين هكذا سباب شيء، تسب النبي، تسبه كانت تقول له أي. استطيع ان اذكر لما بذكر الصالح اعاقب الطالح، اي هذا المنطق الرسول صلى الله عليه، يعني الاخ يقول انه بذكر الصالح اعاقب الطالح، ممكن هذا لعله يكون احد تفسيراته، بس المهم هذا ان النبي صلى الله عليه واله خديجه كانت تملا البيت. النبي ثقل الرساله كان شديد عليه، تعلمون السيده خديجه كانت هي يعني الملاذ له، الملاذ. يأتي النبي صلى الله عليه وآله مرهقا مما يلاقي من قومه، من أذاهم، من تكذيبهم له، يأتي إلى البيت السيدة خديجة عليه السلام تحتضنه، تريح، تقف معه، تشجعه إلى آخره، صحيح أم لا؟ في المقابل النبي صلى الله عليه وآله ثقل الرسالة تضاعف بالنسبة إليه في أيام المدينة، لأنه صارت حروب وغزوات ومؤامرات كثيرة، وعند منافقين أيضا، صحيح، يعني دائما ليل ونهار النبي صلى الله عليه وآله في جهد، في قلق، إرهاق، يحتاج لما يدخل للبيت يحتاج ماذا؟ يحتاج راحة. هذه كانت تنكد عليه عيشته داخل البيت أيضا. النبي يدخل جائعا مثلا، تروح تخبئ الطعام، يهدى له شيء تروح تكسر تلك الهدية وذلك الطعام، تروح تنثره على الأرض مثلا، وتسب النبي صلى الله عليه وسلم، تسب، يعني السباب عجيب والله، يعني شلون الناس تحترم امرأة كهذه، تقول له قل ولا تقل إلا حقا، يعني كأنها تتهم النبي بالكذب، لا يقول الحق. أعظم سبة هذه، شخص يقول أو امرأة تقول لزوجها قل ولا تقل إلا حقا، يعني شنو؟ يعني أنت أحيانا ما تقول الحق، فهالمرة أريد تتكلم قول الحق الآن، قل الحق الآن، هذا طعن، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يقول الحق في بعض الأحيان، أو أحيانا تتهمه بأنه ظالم ليس عادلا، تقول له ألست تزعم أنك رسول الله فلما لا تعدل، يعني إلى هالدرجة يعني، وغيرها من أمور. يعني أنتم إذا لاحظتم يعني عائشة كانت كثير تسيء للنبي صلى الله عليه وآله، فالنبي في مثل هذه المواقف يستذكر خديجة، هذا أمر طبيعي، يعني طبيعي يستذكر تلك الأيام. من أوصاف النبي صلى الله عليه وآله مما وصف به أم المؤمنين خديجة الكبرى صلوات الله عليها، هذا الوصف اللي جدا مهم أيضا، يقول إنها لم تخالف لي أمرا،
أمر واحد ما خالفتني، طاعة مطلقة. لماذا؟ لأن السيدة خديجة عليه السلام للعلم ما كانت فقط تتعامل مع النبي على أنه زوجها وولي أمرها، كانت تتعامل معه على أنه نبيها، يعني تتعامل معه تعامل المرأة المؤمنة مع نبيها صلى الله عليه وآله، بل الأمة مع سيدها، يعني هكذا كانت تتعامل معه. ففي حين عائشة لا، دائما متمردة، دائما متمردة، تتمرد حتى على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، تقول ألست تزعم أنك نبي الله، ألست تزعم يعني هكذا تقول له. ففرق شاسع بين المرأتين، فرق شاسع جدا. سلام الله على خديجة ولعن الله عائشة. لدينا اتصال من عمر من الإسكندرية. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عمر، سيدنا الشيخ، أهلا وسهلا، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا عامل ايه؟ الحمد لله، بارك الله بك. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. أخي عمر، اطرح سؤالك أرجوك، بارك الله بك. شيخنا ربنا يبارك فيك، كان عندي سؤال بس. سورة التحريم، ربنا يكرمك. قال الله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، إلى آخر الآية. وقال الله: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إلى آخر الآية. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. السؤال سيد الشيخ. نعم تفضل. السؤال: إذا كانت عائشة هي أكثر امرأة الله عز وجل يمنعها ما منها ويزجرنا عنها وينهانا عن سماع كلامها أو الاتفاق معها في أي شيء ويحذرنا منها تحذيرا شديدا، لماذا لم يكون هذا المثل فيها وينزل فيها وهو قرآن الله عز وجل الذي فيه كل شيء؟ ولا من قرآن الله عز وجل هو الذي فيه كل شيء؟ هو الحقيقة أنه نزل فيها. أريد توضيح من ذلك سيدنا الشيخ، جزاكم الله خير. بارك الله بك. بارك الله بك. يعني هو في واقع الحال نزل فيها هذا، هذا نزل فيها، يعني اتفاق المفسرين على أنه سورة التحريم وما جاء فيها من آيات نزل في ذم عائشة وحفصة. أصلا لا خلاف، يعني لا خلاف في أن الله تعالى حين يقول أنت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكما، المراد عائشة وحفصة. فبالتالي بقية الآيات التي تتحدث يعني، ومنها ضرب المثل: وضرب الله مثلا للذين كفروا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه الآية نزلت في تمثيل حال عائشة وحفصة بامرأتين خائنتين من زوجات الأنبياء، واغلة وواهلة، على ما يؤثر أن زوجة نوح الخائنة هذه اسمها واغلة، وزوجة لوط اسمها واهلة، هكذا يقال عند المفسرين. وبعد إذن الآيتين الأخريين: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، جاء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن هذا مثل ضربه الله عز وجل لرقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة رقية عليه السلام كان زوجها ماذا؟ كفرعون اللي هو عثمان، جدا أيضا آذاها، حتى أنه ذات مرة لعنه الله ضربها بجريد النخل حتى أدمى ظهرها صلوات الله عليه، وتوفيت من أثر ذلك الضرب.
قصة مفصلة. كان عثمان خائنا، يعني كان قد آوى عمه الحكم بن العاص، الحكم بن أبي العاص الذي أهدر النبي دمه، فآواه في بيته، فالنبي علم بالوحي ذلك، ظن عثمان أن الذي أفشى هذا السر هو بنت النبي، يعني هي أبلغت أباها أنه هو آوى هذا الرجل الخبيث، فعاد إلى امرأته للسيدة رقية عليه السلام وضربها ضربا مبرحا إلى أن أدماها. هي كانت صابرة صلوات الله عليها، فالله أنزل في هذه الآية أنها مثل امرأة فرعون السيدة آسية عليه السلام التي صبرت على هذا الطاغية فرعون لعنه الله، أي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أيضا هذه السيدة مريم عليه السلام كما في الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ستكون من زوجات النبي صلى الله عليه وآله في الآخرة. الآن هي زوجة رسول الله، الآن يعني في الجنة هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، لدينا اتصال من الأخ مرتضى من كندا. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يحفظكم. شيخنا سؤال يعني على السريع. المحرم الراح شباب الحسن، شباب الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليهم، يعني لعنوا عمر بليلة العاشر، فالشيخ المتولي الحسينية كان موجود وكانوا بعض البكرين موجودين بالمجلس، فبعد المجلس اتهمنا انه احنا خربنا مجلس الحسين سلام الله عليه، وقال علينا انه انتم كسرتوا ضلع الزهراء وساهمتوا في كسر من اضلاعها يعني. فالسؤال هو انه ما حكم اللي يتهم بعض المؤمنين انه كعمر او ابو بكر واشباه هذول الملاعين؟ فهذا السؤال. رحمة الله عليكم. جزاكم الله خيرا. الله ينصركم ويحفظكم إن شاء الله. نعم شيخنا، هذا جاوبون على يعني هذا الشيء الغريب يعني. هذا أنا هم جدا تفاجأت من هذا التصرف. طبعا هذا الذي تصرف هذا التصرف آثم ويجب نهيه عن هذا الإثم، هذا منكر من القول، اتهام المؤمنين بمضاهاة فعل قتلة الزهراء عليه السلام ومنهم عمر اللعين لعنه الله، هذا أمر إثم عظيم قد يوجب في بعض الفروض التعزير لو كان هنالك حاكم شرعي، تعزير يقوم جلدك جلدة حتى يتأدب. ومنعه المؤمنين من لعن قاتل الزهراء عليه السلام بل قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله عمر بن الخطاب، هذا حكم بغير ما أنزل الله، ولا يجوز له أن يتصرف هذا التصرف، ولا يجوز تأييده على ذلك ولا مساعدته. وإذا لم يتب إلى الله عز وجل توبة نصوحة علنية علنية، لازم يصعد المنبر أو مثلا يلقي خطبة أو أي أن يكون يقول أنا أتوب من هذا الذي فعلت، فهذا لا يجوز إصعاده تصعيده المنبر من جديد، لأنه في الروايات الشريفة أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إذا الشيء اللي ارتكبه الإنسان نعوذ بالله إثم سرا لا تفشيه، لا تروح تتوب علنا تقول للناس أنا ارتكبت سرا في البيت، ارتكبت ذنبا في البيت سرا، تروح تفضح نفسك تشهر بنفسك، لا تب سرا أيضا. لكن إذا كان الفعل الآثم قد فعلته ماذا علنا علانية، توبتك لا تقبل إلا أن تتوب ماذا علانية، يعني شخص علانية ارتكب إثما نعوذ بالله علانية لازم يكفر يتبرأ أو يعني يستغفر الله عز وجل ويقول أيها الناس أنا تبت من هذا. أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. باب التوبة مفتوح،
وفي الأثر أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع. ما تاب لا يجوز بعدئذ تصعيده المنبر ولا تأييده أو مساعدته بشيء أو إفساح المجال له بشيء، بل على العكس على المؤمنين أن يحاصروه حتى لا يتصدر المجالس، لا يتصدر المشهد الديني في تلك الديار، وبالتالي يقود الناس بالجهل والإثم، نعوذ بالله. ما حكم الصلاة خلفه يا شيخنا؟ لا، هذا إذا ما يتوب توبة علنية ليس بعادل، ما يجوز صلاة الائتمام به، باطل. أي على أي أساس يروح يمنع الناس يلعنون عمر بن الخطاب وثم يقول أنتم كسرتم ضع زهر، هب أن الأولى مثلا بسبب مصلحة معينة كذا اللي بعنوان ثانوي، مع أنه لا ليس هو بفقيه ولا حاكم شرعي حتى تكون له قوة الحكم أن يمنع أو يأمر أو ينهى، ما لحق. هذا بيت الحسين عليه السلام، مؤمنين يجاهرون بلعن فرعون زمانه، طاغية زمانه، وشنو عمر بن الخطاب؟ واحد مجرم حرب، قاتل، هذا مجرم، هذا ممن شارك في مؤامرة تسميم النبي صلى الله عليه وآله، هذا ممن قتل الزهراء عليه السلام ومد يده النجسة عليها، هذا أي كرامة له شرعنا؟ عينا مثل ما شخص يأتي ويمنع شخصا من لعن مثلا فرعون أو نمرود أو صدام الطغاة الموجودة، هذا كلام باطل. هذا من أباح لك أن تحلل وتحرم وتأمر وتنهى؟ فهذا عدالته ساقطة والصلاة خلفه والاهتمام به لا يجوز. لدينا مداخلة من الأخ محمد من إسبانيا، سلام عليكم. نعم، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضل أخي محمد. نعم، أنا عندي بعض تعليقات عن الشيخ. مثلا هو يقول في آخر كلامه حول عثمان وعائشة ورقية، هو مثلا يفسر القرآن تفسير قرموطي، وأنتم تعرفون تفسير القرموطي بارج البحرين يلتقيان الحسن والحسين، هو يقول في الأخير عن عثمان أنه ضرب رقية لأنه ظن أن الحكم ابن أبي العاص قتله عثمان. وأنا أسأل السؤال، أقول له متى توفي رقية؟ في أي سنة؟ ومتى أول مرة جاء الحكم ابن أبي العاص إلى المدينة؟ يعني يحاول أن يمرر هذا التاريخ. وثانيا، لماذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الثانية لعثمان هذا الذي كان يضرب ابنته؟ يعني أنا لما أسمع أظن أن الشيخ يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يعقل أن يعني مثلا أنا إنسان عادي لو عندي بنت ويضربها رجل، يعني ما أعرف فيه أوصل معها رسالة كبيرة، فكيف يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم عثمان يضرب ابنته ويكسرها كما في بعض الروايات، ويعني حتى أنه يقال أن ترى هذه الروايات أنه في السنة الثانية من الهجرة، لأن رقية صلى عليها عثمان. نحن عندنا أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان عثمان تخلف، وهذا سبب الخوارج الذين لما خرجوا عن عثمان ورادوا أن يقتلوه، فقالوا بعض الأسباب التي كانت سببا في الخروج عن عثمان، مثلا قالوا له لم تحضر بدرا. أخي محمد، وصلت الصورة، وصل سؤالك. عندك سؤال آخر تريد طرحه؟ هذا إشكالات كثيرة أنت ذكرتها، عندك شيء آخر باختصار شديد؟ نعم، هي إشكالات كثيرة ولكن تصب في موضوع واحد، وأنا أعرف أن الشيء طيب. أنا لو وصلت الصورة، شكرا جزيلا أخي محمد، شكرا جزيلا، بارك الله بك، شكرا جزيلا. دعوكم اللي ماذا طيب موجود محمد؟ طيب انقطع اتصال محمد. اي نعم، احمد ابراهيم من بورسعيد، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتكلم سماحه الشيخ. نعم الشيخ معك على الهواء. نعم اسمعكم، تفضل. طيب انا اصلا صنع مش شيعي، احنا بنتفق مع بعض على ان القران كله صحيح،
مفيش فيه لا حرب ولا حرب زي. نعم. يعني كلنا متفقين بالاتفاق ده، ومفيش فيه بيننا وبينه اختلاف خالص، ومتفقين ان في تبيين لكل شيء، بعيد حتى عن الاحاديث وبعيد عن الروايات، هو في تبيين لكل شيء. وطبعا التبيين ده بيبينوه الأئمة، ومنهم أئمة الشيعة اللي احنا برضو بنقدرهم وبنعزهم وبنجلهم من أولهم لآخرهم، الاثنى عشر والإمام المهدي لما إن شاء الله ربنا ييسر وينزل، احنا كسنة عندنا إيمان بكده. نعم. بس احنا عايزين من القرآن الديني بما يفسر إن عمر وأبو بكر وعثمان كفروا، بس من القرآن ما تجيبليش عن وعن رواية كذا ومن رواية كذا وسمعنا من كذا وده قال لي كذا، لا، القرآن فيه تدين لكل شيء، في كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قال قدام وورا، مستقبل وماضي. وطبعا الواحد رأياته على قده، يعني حضرتك بتقول ان الرسول مات مسموم، انا مش عارف هل تقصد اللدغة بتاعت الغار ولا السم يتحط له في اكل، انا ما عنديش علم، معلوماتي قليله على قد يعني، ما عنديش علم كبير. احنا في موده بيننا وبين اهل البيت، ومش طب انتوا لو يسر لكم الامر وحكمتوا الحجاز هتهدموا قبر عمر وقبر ابو بكر وقبر عثمان وتشيلوهم وتسيبوا قبر الرسول لوحده وعشان يبقاش ده مزار، لما يظهر لكم الامر ومسكتوا الحجاز كلها هتعملوا ايه؟ مش هتروحوا البقيع وتشوفوا مين ده كان مع علي ومين ده كان منتدى؟ ما ادراك ما حب المصريين لسيدنا علي، ده الامام، ده احنا عندنا بنسمي المحلات بتاعتنا الامام، بنسميها الامام على 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 امام سيدنا علي. طيب اخي احمد، اخي احمد ارجوك يعني حاول تختصر الاسئله لان ليس كم هال. اوكي طيب اوكي حاضر. هو الاختصار انا عايز من القران، من القران ان شاء الله ما يثبت، وهتعملوا ايه لو يسر لكم الامر وحكمتم الحجاز هتعملوا ايه؟ بارك الله بك، شكرا جزيلا. طيب شيخنا الجليل، نبدا من الاخ محمد من اسبانيا، هو يقول حول عثمان وعائشة، يقول أنتم تفسرون تفسير القرآن بصورة تفسير القرمطي، ومن أين لك بأن الحكم قد خبئ في بيت عثمان أو عثمان خبأه في بيته؟ ومتى توفيت رقية؟ في أي سنة كي يجري هذا الأمر؟ يعني هو يشكك في القصة بمجملها. هو في واقع الحال المشكلة الأساسية أن الأخ يعتمد على التاريخ البكري في توصيف مراحل العهد النبوي، وهذا في واقع الحال غير مسلم عندنا، يعني نحن عندنا تاريخ آخر تلقيناه عن أئمتنا عليهم السلام، ولذا فإن بعض الحوادث يقع فيها تقديم وتأخير، حتى بعض الغزوات. نعم نحن ننظر مثلا أحيانا في مغازي الواقدي، في سيرة ابن إسحاق، في ما هذبه ابن هشام مثلا، ننظر في ذلك من باب الاستئناس، لكننا لا نعتمده. ولذلك الحوادث التي يعني الحوادث في العهد النبوي، رجالات العهد النبوي، النساء، الوقائع التي وقعت، يحصل فيها تقديم وتأخير إذا ما اعتمدنا التقويم الشيعي إنجاز التعبير، أو إذا اعتمدنا التقويم البكري. فإذا كلام الأخ كله مبني على ماذا؟ على التقويم البكري، يعني يريد أن يدفع ما صنعه عثمان بأنه يعني القول بأنه رقية قد ماتت قبل أن يعني يسلم الحكم أو أن يأتي الحكم، يعني هكذا طالبا الأمان، وهذا غير مسلم كما قلنا، يقع هنالك تقديم وتأخير، هذا من جهة. من جهة ثانية هنالك أساسا بحث أنه أيتهما الأصغر، رقية أم أم كلثوم، أيضا هذا فيه اضطراب في الروايات، يعني بعض الروايات تشير إلى أن رقية هي الأكبر وهي الزوجة الأولى، ثم زوج أم كلثوم وهي الأصغر، بعض الروايات الأخرى لا تقول أم كلثوم الأكبر،
هن أربع بنات، هذا عليه اتفاق، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليه السلام. فاطمة طبعا أصغرهن وأجلهن أعظمهن، سيدة نساء العالمين روحي فداها. أما ما بين رقية وأم كلثوم، من هي الثانية من هي الثالثة؟ يعني فيه أيضا بعض الاختلاف. ولذا إذا قدرنا أن تكون رقية هي الثالثة فيزول الإشكال حتى على التقويم البكري، إذا قدرنا هكذا. يمكن أن يقال أيضا في مقام الجواب أنه هذا اشتباه من الرواة، لطالما اشتبه الرواة في أسماء البنات، هذه أصلا قاعدة معروفة. لماذا؟ لأنه ما يؤثر عن البنات قليل، ما يتعلق بشؤونهن وحياتهن قليل، لذلك كثيرا ما يقع اضطراب. يعني شوفوا إلى الآن إحنا عندنا بحث أنه السيدة زينب المدفونة في الشام هذه الكبرى أم الصغرى، صحيح أم لا؟ أمير المؤمنين عليه السلام مثل ما عنده زينب الكبرى، عنده زينب ماذا؟ الصغرى من نساء أخريات. فهنالك بحث أم كلثوم الكبرى أم الصغرى مثلا، هذا يقع يقع. أم كلثوم هل هي كنية زينب؟ يعني ليس اسمها أم كلثوم إنما هي كنية لزينب الصغرى، هذه كلها بحوث في علم الأنساب في علم السير، يعني يقع فيها شيء من الاضطراب. فإذا لا حجة بمجرد هذا، الاعتماد بمجرد هذا على دفع الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يمكن، نحن على الأقل لا نعتمده. يعني لا يمكن لنا أن نعتمد منهجا كهذا، ولا أخالو حتى الخصم يعتمده بالنسبة إلى تراثه. يعني هنالك مثلا بعض البحوث التي تشكك في بعض الروايات الصحيحة عندهم، الأحاديث الصحيحة بناء على السياقات التاريخية، بناء على المراحل التاريخية، أنه هذه الرواية مثلا لا يمكن أن تكون صحيحة لأنه هذا الحاضر في تلك الرواية غير موجود حينئذ، لكن مع ذلك تجد العالم البكري يصر على صدق وصحة هذه الرواية. أنا أضرب مثال مثلا الآن، عندهم رواية صحيحة تقول أن أبا سفيان لعنه الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه ثلاثة أمور، إحداها إن لم تخن الذاكرة، يعني ثلاثة أمور إن لم تخن الذاكرة، هذه إحداها 100% طلبها، يعني أنه ماذا؟ أنه عرض على النبي أن يتزوج ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان. زين، هنا إشكال كبير تاريخي، إشكال تاريخي عينا مثل الإشكال الذي طرحه الأخ الآن، نفس الإشكال. متى أسلم أبو سفيان ومتى تزوج النبي أم حبيبة؟ أبو سفيان تظاهر طبعا بالإسلام متى؟ عام الفتح، وين؟ السنة الثامنة. والنبي صلى الله عليه وآله تزوج أم حبيبة ماذا؟ قبل سنوات، وعاشت معه في المدينة لسنوات، لأنه تزوجها ما أن تنصر زوجها السابق عبد الله بن جحش في الحبشة، وتزوجها وهي في الحبشة، ويعني بعثت إليه من هناك وضمها إلى نسائه. هذا أمر مقطوع، يعني معلوم بالضرورة هذا. فماذا يصنع أهل الخلاف الآن؟ يعني هذه رواية تصادم السياق التاريخي. تجد، وأظن أن الأخ من هذا القسم يصر على الرواية الصحيحة، يقول أنا ما عندي مشكلة أن أقول أن التاريخ ماذا وقع فيه اضطراب، المؤرخين عندهم اضطراب، أما الرواية الصحيحة، الرواية الصحيحة سندا لا أرفع اليد عنها، أجعلها هي الأساس الذي أقوم عليه ما رواه المؤرخون وأصحاب السير وأصحاب المغازي إلى ما هنالك. فعلى الأقل فليبح لنا ذلك أيضا، يعني لماذا باؤه تجر وباؤنا لا تجر، على أنه هنا أيضا فارق، هنا أيضا فارق مهم أو فرق مهم، وهو أن الذي نحن نعتمده من الروايات ليس في قباله إلا اضطراب، يعني ليس هنالك حقيقة تاريخية في قباله،
كما بينت بالنسبة إلى قضية عثمان ورقية وأم كلثوم إلى ما هناك، ما في قباله إذا لاحظنا مجموعة الروايات اضطراب في تقديمها وتأخيرها، في تحديد الكبرى تحديد الصغرى، صار واضح؟ فهذا الاضطراب لا يقاوم الرواية المعتمدة. أما إذا افترضنا كان الأمر من قبيل الذي ذكرته عندهم، وهو مصادمة الرواية لحقيقة تاريخية مقطوع بها وبينهما بون يعني زمني، أحسنتم، بون زمني كبير شاسع، أحسنتم، وين السنة الثامنة وين السنة الثانية، يعني فرق كبير، صحيح 6 سنوات تقريبا أنت تتكلم، فرق 6 سنوات أم حبيبة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ممكن يأتي بعدين أبو سفيان يقول أريدك أن تتزوج ابنتي وهي زوجته، يعني أوريدي يعني زوجته تحصل حاصل، فهذا لا يمكن، يعني فرق كبير. هنا في مثل هذا المورد نحن نرفع اليد عن الرواية، إن افترضنا وجود رواية تصادم المقطوع به من السياق التاريخي نقول إذن الرواية ماذا؟ يرفع عنها اليد، لا تعتمد. أما ما نحن فيه ليس من هذا القبيل. أحرجنا الأخ يبدو، قلبنا عليه القضية، عكسنا رجعنا إلى أي اللي بعده. عندنا اتصال من سامية من الإسكندرية، موجودة سامية؟ سلام عليكم. سلام عليكم. نعم تفضل أختي الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. يعني أنا سعيدة جدا جدا جدا، أنا بحبك في الله، وش أنا بس سمعت كثير قوي قوي في مصر. جزاكم الله خير. أنا بس بوصيك، أنا أعتقد إن دخول المغرب الشيعي مصر قريب جدا، وهيكون بآلاف آلاف مؤلفة، يعني ما كانش ملايين، وأنا ببشركم بكده. لكن بأتمنى مع دخول الفكر الشيعي في مصر، وده مهم جدا، وده يعني أعتقد إنه هيكون موجود لضرورة تاريخية وسياسية، لكن أنا بتمنى لما يدخل يكون الشعائر اللي فيها إدماء والحاجات اللي أنت عارف إن الشعب المصري رافض تماما أي حاجة فيها دم. بالعكس، إحنا عايزين نشيل الفكر الداعشي، الفكر الوهابي، والفكر السلفي اللي فيه إلقاء لروح الدم والجهاد والكلام ده. إحنا لما بنفتح الباب في للعنف، احنا بنفتح للعنف على مصنعي في كل الاتجاهات. طيب يعني أختي سامية، عفوا الصوت غير واضح، يعني أنتم لا تريدون بأن ظاهرة الإدماء أو ما يسمى بالتطبير أن تدخل في مصر، هذا اللي فهمته من عندكم؟ أنا أعتقد أن هي هتبقى سبب أساسي ومعوق أساسي للفكر الشيعي أو للطير الشيعي في مصر. يعني وانا شايفه ان احنا إن احنا لو عايزين الناس تهتدي للاسلام الصحيح، لازم ان احنا نشيل من الاسلام كل الحاجات اللي احنا خدناها من التاريخ اللي طلع فيها، سواء هنا او هنا، سواء في السنه او في الشيعة. واعتقد ان ذات الاجماع ممكن ما تكونش هي، حتى لو كانت مقبوله في عصر ما، ممكن ما تكونش مقبوله في كل العصور. يعني حتى لو هي مقبوله في العصر دلوقتي، في العصر الحديث في العراق، اعتقد ان هي بعد 10 او 20 لو ربنا يعني كتب لنا الحياه، ممكن ما تكونش مقبوله انسانيا. انا في نقطه معينه كده كنت حابه اتكلم فيها. انا عايزه اتكلم عن تهمه السيده عائشه في سامية؟ الأخت سامية؟ الأخت سامية الظاهر انقطع الاتصال؟ نعم. طيب عندنا اتصال آخر جاهز أخي المخرج؟ طيب شيخنا محمد الإسباني يسأل أيضا، يقول لماذا زوج النبي صلى الله عليه وآله بنته الثانية إلى عثمان الذي قتل ابنته الأولى قبل أيام؟ أي هذا يرجع إلى أنه يعني الإشكال هذا كأنه يريد أن يخرق قاعدة أن أفعال الأنبياء لا تقاس. يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ يقول أنا لا يعقل لو عندي بنت زوجتها لشخص والشخص هذا قتلها، فآتي بعد إذن أزوجه الثانية، معقول هذا؟ أحد يفعله؟ أحد يصنعه؟ لا أحد يصنعه، صحيح؟ لكن هنا هو قاس فعل النبي
بفعل الناس وأفعال الأنبياء لا تقاس، يعني ليس هذا دليلا على رد ما أثر من فعل النبي، وإلا لوجب أن نكذب بالقرآن. يعني إذا رفعنا اليد عن قاعدة أن أفعال الأنبياء لا تقاس، وقسنا أفعال الأنبياء بميزان العقل أو بميزان العرف أو بميزان الأخلاق أو بميزان العادة ونحو ذلك، صار واضح؟ وجب ذلك، وجب يجب علينا حينئذ أن ننقح القرآن الحكيم. ليش؟ أحسنتم. ليش؟ لأنه الآن بالله عليكم يعقل أنه شخص يرى شبانا أجلكم الله يمارسون الفحشاء في بعضهم بعضا، يعني يمارسون اللواط، زين، يأتي ويعرض بناته على هؤلاء ولو بدعوى استصلاحهم على أساس أن يستصلحهم، من يقبلها على بناته؟ ولا واحد في الدنيا. أتحداك أن تأتي لي بشخص يقدم ابنته عزيزته إلى شاب من هذول الشباب الشوارع اللي نعوذ بالله يلوطون كذا ويلاط بهم، من يقبلها على بنته؟ ولا واحد، حتى إذا لم يكن متدينا، يعني نفترض هذا الأب لم يكن متدينا أصلا، هو لا يقبل فطريا، كأنه فطريا ماذا؟ لا يقبلها على ابنتي، يقول أنا بنتي وأقدمها للرجل ماذا؟ رجل يعني الشريف، الرجل النظيف، الرجل هذا كتلة قذارة. هذا أنا أزوج بنتي على أساس يستصلح، وإذا ما استصلح، إذا ما صار صالح، هذا شو يسوي بنتي هذا؟ صحيح؟ فلا أحد يقبلها. فهل نرد القرآن بذلك؟ يعني لوط عليه السلام صريح القرآن، عرض بناته على من؟ على هؤلاء، على هؤلاء الشباب الفاسدين جنسية. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فلا يمكن أن نقيس أفعال الأنبياء، لا تقاس. كذلك من من على الأقل من المتدينين يقبل أن تكون في عصمته امرأة تصعد السطح، سطح الدار، وتصفر أو تصفق، وأحيانا تدخن، يعني تخرج دخانا هكذا حتى تحث أهل القرية على الفاحشة نعوذ بالله يوميا، هذه شغلته. من يتصور يعني تقبل زوجة هكذا، زوجة فاسدة أخلاقيا بهذا الشكل؟ لا أحد يقبل، ساعة واحدة لا يبقيها على ذمته. صحيح؟ النبي لوط قبل، مو ساعة وساعتين، أيام وليالي وسنوات، إلى أن أهلك الله عز وجل امرأته مع الغابرين. صحيح أم لا؟ ما طلقها، ما فعل لها شيء. لماذا؟ قاعدة هاي لازم يعتمدها الجميع، يعني لابد أن الجميع يتعلمها هذه القاعدة، تفيد المسلمين جميعا. أفعال الأنبياء لا تقاس، شيء اللي بالنسبة لنحن لا نفعله لكن النبي ممكن يفعله، شيء بالنسبة لنا نحن لا نفعله لكن أو نفعله لكن النبي ماذا؟ لا يفعله، بالعكس. يعني مثلا الآن الشخص يجامع امرأته وثم ينام يكسل عن الغسل الفوري، هذا نفعله صحيح، لكن النبي ماذا؟ لا يفعله، يتنزه عنه، لا يبقى على جنابه. صار واضح؟ نحن مثلا نفعل هذا الشيء، أننا مثلا نشرب الماء وقوفا في الليل، نسويها لو ما نسويها؟ كلنا نسويها، مو هالشكل؟ لكن النبي لا يفعل، يعني هذه مكروهات يتنزه عنها النبي. نحن مثلا نمشي في السوق ونأكل، يصير لو ما يصير؟ يصير، الناس تأخذ لها صمونة وتمشي بسندويتشة وبالشارع بالسوق وتأكل، صحيح؟ لا، مو عيب هذا بالنسبة للأنبياء، هذا خلاف المروءة، لا يفعله النبي. فالعكس بالعكس، يعني مو دائما أفعال الأنبياء بعضها النبي يمكن أن يفعلها، نحن لا يمكن أن نفعلها، والعكس بالعكس، لأن أفعال الأنبياء إخواني دائما بحكمة،
من الله عز وجل. بعض تلك الأفعال تتطلب منهم تضحية خاصة، بعض تلك الأفعال، يعني تلقى نبي عظيم من الأنبياء يشتغل ماذا؟ خادم لأحد. يوسف عليه السلام فترة من زمانه شنو كان؟ خادم، من يقبلها؟ الآن هات لي رجلا متدينا أو إمام مسجد، إمام مسجد يسوي نفسه نصف إمام معصوم أحيانا، ما يعني وين يقبل على نفسه يروح يصير خادم؟ لو حمال، لو بقال، لو ما أدري، يعتبروها يعني ما تليق بمقامنا يعني. وهذا نبي من الأنبياء العظام، يوسف الصديق صلوات الله عليه، اشتغل خادم كثير من حياته، اشتغل خادم، خادم يكنس وينظف ويشيل يخلي، لازم يضحي يعني، لازم. أحيانا أنبياء يضحون من ذواتهم، أحيانا يضحون ماذا؟ من أهليهم، من أبنائهم، من أقربائهم، طبعا باختيارهم. إحنا عندنا نعتقد أن أهل البيت الطاهرين عليهم السلام ظلموا لأنه النبي صلى الله عليه وآله خيرهم، تقبلون بالمظلومية الله عز وجل ماذا؟ يرفع مقامكم، وبهذا استحقوا عن جدارة إمامة هذه الأمة، يعني ضحوا. بنات النبي صلوات الله عليه وعليهن وعلى آلهم، حسب الروايات عندنا النبي صلى الله عليه وآله خيرهن كذلك، فاخترنا الآخرة. يعني جاء النبي للسيدة رقية عليه السلام قال لها: أنت تقبلين أن يكون حالك كحال آسية عليه السلام، تضحين من أجل الإسلام؟ لأنه عثمان كان هذا شرطه، كان يقول: لو زوجني محمد رقية لأسلمت. النبي كان يهتم بإسلام الآخرين، والله أمره بهذا، حتى ولو يشتري من الناس إسلامهم مثل مؤلف قلوبهم، صحيح أم لا؟ بس حتى يكثر عدد المسلمين، حتى هذا من هذه الكثرة تخرج القلة الصالحة، لأنه ما يقدر يبدأ بدين يغير أوضاع قائمة بأكملها دون أن يقبل بالموجود، هذا اللي موجود يلمه أملا في استصلاحهم، أملا بكذا، فيهم البر والفاجر، فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم المؤمن وفيهم المنافق. النبي كان يقبل الإسلام المنافقين؟ لا، ما يقبل، يقبل، هو يعلم أنه منافقون، من أجل الصالح العام، من أجل الصالح الإسلامي. فالسيدة رقية عليه السلام قالت: نعم أنا أضحي، أقبل. كذلك السيدة أم كلثوم. فإذا قلت أنه قتل الأولى لماذا زوجه الثانية؟ نقول لك هذا بناء على قاعدة إن أفعال الأنبياء لا تقاس، أنت ما تفهم، أنت لا تدرك كنها ذلك، لكن هذه تضحية من النبي، تضحية من بناته، الله عز وجل هكذا أمره أن يستبقي هذا الرجل بطريقة ما يتألفه، وكان الحل الوحيد لتألفه أن يكون ماذا؟ على مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حل الوحيد. الأولى، الثانية، إن شاء الله الثالثة، العاشرة بعد، لو كان عند النبي 10 بنات، واحد ما لازم يقيس، لا يجب أن يقيس المرء ويستقبح أمورا لأنها هو من عادته، من عرفه، هو لا يقبلها. أنا أعطيكم مثال، هنالك رواية مشهورة أن قوما الآن لا أتذكرهم من أقوام العرب، يعني قبيلة من القبائل، جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وقالت: نحن نقبل بالإسلام إلا شيء واحد، شيء واحد فقط، نحن قوم لا تعلونا أستاهنا قط، ما نقبل. يعني شنو؟ يعني إحنا قوم لا نقبلها على شرفنا، على كرامتنا، إحنا أبا عن جد ماضين على هاي السيرة أنه دائما رأسنا شنو؟ مرفوع. أنت في شرعك، في دينك، عندنا معاه مشكلة واحدة جزئية فقط، أنه هنالك شيء عندكم صلاة، أنت تأمرنا بالصلاة، والصلاة أيضا ما عندنا بها مشكلة، جزء واحد من الصلاة عندنا فيه مشكلة فقط، وهي ماذا؟ السجود. لأنه السجود راح يخلي الاست، أي المؤخرة أجلكم الله، تعلو ماذا؟ الرأس. هذا كان بالنسبة إليهم ناقض للكرامة،
عرب وقبيلة وكذا، عندهم حسب تقاليدهم حسب أعرافهم. قالوا نحن قوم لا تعلونا أستاهنا أبدا، أنت فقط شيل هذا الشيء المنفر هذا. أم صار كلام على الأخت سامية، هم نجي على نفس الجواب إن شاء الله. أنه كان هذا طلبهم من النبي صلى الله عليه وآله، أنه هذا شيء بالنسبة لنا منفر لا نأباه، فطريا لا نقبله، إحنا أبا عن جد ماشين على هذه التقاليد، مجتمعنا لا يتقبل هذه الممارسة. أنت فقط رخص لنا في إزالة السجود، كل الصلاة أيضا نؤديها، إحنا أركان الإسلام نؤديها، نسلم، نتشهد الشهادتين، نؤدي ما علينا صلاة وزكاة وحج وصوم وجهاد وكل ما اللي عجبك. الصلاة أيضا نؤديها كاملة إلا هذا الجزء. النبي قال لا أبدا لا يمكن، مهما حاولوا أبدا تقبلون بالإسلام بما في هذا الجزء وإلا فلا. لأن النبي صلى الله عليه وآله مبدئي ما عنده تلاعب، وهذا للعلم من جملة ما نرد به على النصارى وغيره ممن يطعنون في ساحة النبي الأقدس صلى الله عليه وآله وروحي فداه، هذا أقدس الأنبياء. لو كان كما يقولون أن النبي اخترع النبوة حتى يملك العرب، يريد يصير سلطان ويريد يصير يعني عرفت شلون، هكذا نظرية جديدة، فكان يفترض في مثل هذه الموارد أن يمررها، ما يهم، خلي هذا له صلاة اللي تعجبه، هذا له صلاة، المهم يجمع الجميع ماذا حوله، اللي يسموه شنو مبدأ ميكافيلي، هذا الغاية تبرر الوسيلة، أو لا أقل يكون براغماتي كما يقال، براغماتية أيضا، أنه شنو يتعاون مع الممكن، هذا الممكن، المهم يجمعهم. هذه عادة كثير الآن من المعممين ما شاء الله عليهم، يروح لهذولا يجمعهم معاه على هذا الأساس، يروح لذولاك يجمعهم على هذا الأساس، يسموها مدارات وفن المدارات. وشنو هو فن التلاعب بالدين هذا؟ مو فن المدارات، يروح لهالقوم يمدح لهم الرمز الكذائي، يروح لذلك أولئك القوم يمدح الرمز الثاني، والمهم عنده شنو يمشي تيوس من وراء، بس هذا المهم يمشي، يريد العالم يجمعهم حوله حتى يصعد وحتى يصير له وجاه ومقام وكذا وإلى آخره، يمشي كلام، يعطي كل قوم ما يعجبهم. النبي ما كان عنده هذا الأسلوب، ما يعطي كل قوم ما يعجبهم، لا لا أبدا، دين دين، شرع شرع، خلاص. فهذا يصير نعرج على جواب الأخت سامية مرة واحدة، نقول إحنا طبعا نقدر كلام الأخت سامية، لكن نقول إن هذا الأمر لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأنه بس نفتح الباب أمام التلاعب بالسنن النبوية بالأحكام كذا، هذا سيجر ما وراءه دمارا إلى أن نقع في جهنم والعياذ بالله. يعني اليوم نقول إن الشعب المصري مثلا يكره مظاهر الإدماء، مع أنه طبعا للعلم هذا غير صحيح، يعني تعلمون لعله قسم من الشعب المصري، أما كل الشعب المصري 90 مليون، لا مو صحيح هذا. والدليل على أنه إحنا رأينا بالفيديوهات كيف أن المصريين ماذا يطبرون في يوم العاشر المحرم، رأينا هذا الشيء، وقرأنا في الكتب أنه ما قبل 100 سنة أو 80 سنة تقريبا كانت مظاهر الإدماء ظاهرة في القاهرة في العاصمة، وكانوا يتجولون حول مسجد الحسين عليه السلام، مقام الإمام الحسين عليه السلام، وهم مدرجون بالدماء. هذا موجود، قلت لكم كتبه زكي مبارك وغيره من الكتاب المصريين المشهورين. زكي مبارك، زكي مبارك، معروف أزهري، محمد زكي مبارك، نعم. ف اليوم نقول فرضا، نفرض أنه هذا هؤلاء القوم يعني يكرهون هذه يكرهون هذا المظهر مثلا، مظهر الإدماء، فالآن فلنتخلى عنه، مع أنه ثابت أنه سنة نبوية، لأنه ماذا حجامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليه ويقول 3 مرات عليكم بالمغيثة، عليكم بالمغيثة، عليكم بالمغيثة، في لفظ آخر عليكم بالمنقذة، يعني الحجامة على الرأس، هذا سنة نبوية، إحنا علينا أن نشرحها للناس، نشرحها للشعب حتى يعود إلى سنن الأنبياء فيها الخير. يعني ليش واحد يكره سنن الأنبياء ويتعالى عليها؟ هذه فيها خير،
للعلم إخراج الدم من ناصية الرأس هذا مفيد، مفيد يعني طبيا مفيد، يقي الإنسان أمراضا منها السكتة الدماغية، لأنه يتجدد الدم يساعد على تخثر الدم، لما يتخثر تصير بيه سكتات، تصير سكتة دماغية في الدماغ، هذا يساعد، هذا معروف يعني بإمكان أي شخص أن يسأل حتى الأطباء أنه هل هاي الحجامة مفيدة أم غير مفيدة، ينصح بها طبيا أم لا ينصح بها. المهم إحنا علينا لا نتعالى على سنن الأنبياء وسنن الأوصياء صلوات الله عليه. الآن تعال شوف إحنا اللي ابتلينا به، أنا ذكر وإحنا صغار لما كنا نأكل يعني خاصة في المحافل في المسجد مثلا في بعض في الحسينيات كذا كنا نأكل باليد، الآن شنو علمونا على ماذا؟ على الملعقة وعلى الشوكة وعلى السكينة، صايرين اتيكيت يعني نروح ناكل بهالطريقة يعني على أساس يعني متحضرين يعني كذا، إلى أن ابتلينا بها أساس نريد نرجع مثل السابق ناكل ما نعرف ما نعرف ناكل بإيدنا إلا الإخوة هنا ما شاء الله إصباع ما شاء الله بالهذا. المهم من يقول أنه الأكل، من قال أنه الأكل الآن بهاي الأدوات التي جاءتنا من الغرب هذا يعني مفيد للبدن؟ من يقول يعني هذا أنظف؟ تتصوره مو صحيحة، بلع اغسل ايدك كل باليد هذا اكثر فائده للبدن، تعرف ام لا؟ اولا يساعد على الهضم اكثر، هذا دراسات ترى في هذا الموضوع يعني اذا تقرؤون تبحثون دراسات، يساعد على الهضم اكثر. ثانيا يسبب مناعه اكثر، مناعه للبدن اكثر للعلم، وجمله فوائد يذكروها هؤلاء. لذلك تجد انه بعض الآن حتى بعض الغربيين المفروض أنهم متحضرون وإلى آخره تجد أنهم بدأوا يعودون إلى الممارسات القديمة في طبيعة الحياة، يسموه شنو الأولد ستايل، يرجع إلى الستايل القديم الموديل القديم، يقول لك لأنه هذه الحياة المدنية الحديثة دمرتنا، خلت البدن يعني بدن هش، عرفتوا شلون؟ فالآن ممكن صحيح بعض الناس في بعض المجتمعات إذا نجعل لهم صينية ويأكلون جميعا بيد واحدة ومن يد إلى يد يتناقلون كذا، بعض المجتمعات اللي يعني في بعض البيئات بعض البلدان يتنفرون ما يحبون هذا الشيء، أما يا أخي هذا من سنن الأنبياء، النبي صلى الله عليه وآله كان هكذا يأكل، يأكل مع القوم، يأكل معه بركة أصلا يصير. لا يجب أن نعود الناس على ذلك، لأنه إذا عودناهم على التعالي على السنن أولا ليس في ذلك فائدة لهم، يعني الله عز وجل لما بعث لنا رسلا بعث لنا أنبياء عين لنا أوصياء جعلهم قدوة لنا، إحنا علينا نراقب كل حركاتهم كل سكناتهم نفعل كما يفعلون لا نتعالى، هذا فيه فائدة. إذا تعالينا نتقهقر نتراجع، ترى بالفعل نتقهقر ونتراجع. وإذا فتحنا هذا الباب اليوم ممكن أن يتعالوا على سنة من السنن، غدا يتعالون على ماذا؟ على فريضة من الفرائض، بس تفتح هذا الباب. يعني غدا يقول لك أنا هم إحنا اللحية الطويلة هذه ما نقبلها، هذه منفرة، هذه يقولون عنا إخوان بعض الإخوة الشيعة المصريين خاصة بعد إسقاط مرسي، يعني الإخوة كانوا يبلغون استفتاءات يعني الإخوة في مصر أنه إحنا الآن صار أكو هنالك يعني تركيز على الإخوان واعتقالات، موجة اعتقالات كما تعلم، راحوا وحاولوا نظفون مصر من الإخوان يخلون كلهم في السجون، وين تنظف مصر من الإخوان؟ مثل النمل كثير كل مكان حتى السجون لا تكفي. المهم فبعض الإخوة المصريين ملتحين شيعة يقولون إحنا نتعرض إلى مضايقات إلى أحيانا مشاكل كذا بسبب اللحية، يجوز لنا حلقها أم لا؟ كان الإخوة يبلغون أقول أبدا ما يجوز، حرام حلق اللحية حسب ما جاءنا عن النبي وأهل البيت عليهم السلام في ثلاثة محاذير، ثلاثة مناهي شديدة كل واحدة منها تهتك العصم بمعنى الكلمة. أقول الأمر الأول ليس منا أهل البيت، حالق اللحية ليس منا أهل البيت هكذا ورد، زين. شيء ثاني حالق اللحية
شنو ليس منا أهل البيت، وحالق اللحية ملعون، أكو لعن لمن يحلق لحيته. الأمر الثالث هذا اللي جدا عادة شديد أيضا، مع أنه أنا أعتبر الأول شديد، أشدهم الأول، ليس منا أهل البيت، هذه مو خفيفة، هذه ليست بسيطة، هذه فحالق اللحية ملعون، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، حالق اللحية متشبه بقوم لوط، كل واحدة منها شنو تهتك العصم، مو هينة، ما يجوز. قلنا لهؤلاء أبدا، يقولوا لك إخوان إن شاء الله يأخذوك يخلوك بالسجن. قول أنا شيعي، أنا مو إخوان. والمشكلة بعضهم إخوان وتشيعوا، فيطلعون ملفاتهم القديمة. إخوان إخوان راكب عليك إخوان مع هاللحية ومع فما يصير يا أختنا الكريمة، إحنا لابد نصر على سنن الأنبياء. الآن مثل المجتمعات الغربية، أنا قرأت قبل فترة أيام وجودي بالكويت، وما أتذكر من كان مفكر ألماني معروف، الآن لا أتذكره مع الأسف، هذا الجريدة جريدة القبس أيضا كانت أجرت معه مقابلة، قال أنا مقتنع بالإسلام كله ومستعد أسلم اليوم، أشهر إسلامي، لكن أنا موقفني شيء واحد، هذا إذا تجردون الإسلام منه، تنزهون الإسلام منه، أنا أقبل الإسلام، أشهر إسلام. ما هو الحج؟ قال هذا الحج ممارسة جاهلية سخيفة. شنو؟ واحد يقوم ينزع ثيابه، يرتدي قطعتين فقط، ها، ولازم يروح ما أدري طوف حول أربع جدران، وبعدين يروح مكان على أساس شيطان يعني وصخر ويروح يرمي. شنو هذا؟ يقول وروح واذبح، والخراف التي تذبحونها، وين منظمات حقوق الحيوان العالم؟ وطبعا كل سنة منظمات حقوق الحيوان تعترض على الحج، تعلمون أم لا؟ منظمات حقوق الحيوان مو الإنسان، هناك منظمات أيضا تقول هاي اللي يصير في ميناء والمسلخ والذبح والكذا، يعني ذبح بالآلاف بالملايين الهدي. فيقول بالمهم، يقول أنه هاي الممارسة ممارسة شنو؟ سخيفة جاهلية غير منسجمة مع التحضر، غير منسجمة مع الحضارة الإنسانية. رأيه هكذا، إحنا نقوم حتى نكسب هذا الشخص مثلا نقول له خلص أزلنا الحج، ما يصير. علينا أن نشرح له فلسفة الحج ما هي، نبين عظمة الحج بهذه الأمور التي أنت تعتبرها حسب بيئتك، حسب ثقافتك، من بيئة غربية، بيئة ألمانية، بيئة كذا، الله العالم من أي قرية أيضا خرج، أنه أيضا تعلمون القرى المدن في أوروبا أيضا تختلف، يعني أصلا فرق سماء وأرض، يعني ثقافة عند هؤلاء بطريقة معينة، عند هؤلاء بشكل آخر مثلا. فالظاهر حسب بيئته، حسب ثقافته الاجتماعية، هاي الممارسة ما يقبل، منفرة بالنسبة إليه. أنت لازم تشرح له، لازم تهديه، توضح له حتى يستقبله ويعتاد عليه. احنا عندنا الآن بالنسبة إلى مراسم الإدماء المقدس، عندنا أوروبيين وغربيين وإنجليزي يأتون يتشيعون. ما شفتوا هذا الأخ الإنجليزي اللي من نورتش اللي جاء وطبر هاي السنة؟ جاءنا ما شاء الله، هم طبر ودم نفسه، إنجليزي ابن 16 إنجليزي، انزين، ومن مدينة أيضا إنجليزية خالصة، مو لندن اللي فيها عرب وفيها مسلمين، فنقول متأثر مثلا بهم بسبب الاحتكاك، فصاير ثقافته من ثقافتهم، أحيانا يصير هكذا. هو لا، من مدينة إنجليزية، إنجليزية كلهم وايت، كلهم بيض، كلهم إنجليز، زين. ذاك الأخ النمساوي، أي ذا، مجموعة من الإخوة يعني أوروبيين، شوف يأتون من شتى الأجناس، من شتى الأعراق، خلاص بس يفهم ما هي فلسفة هذه الشعيرة المقدسة، وأنه كيف تعبر عن أعظم لوحة جميلة يرسمها الإنسان بدمه. هذه لوحة من أجمل اللوحات، أن الإنسان يعبر بدمه عن الفداء، يروح يجرح رأسه، يسيل دمه، وكأنه يعبر، يقول للناس أنا أعبر بدمي عن أنني مستعد للتضحية في سبيل الدين، في سبيل إمام الدين الحسين بن علي.
عليهم السلام. أنا مستعد، أنا أعبر بدمي، ما نشوف أشوف العرب فالحين بس بالكلام، بالروح بالدم نفديك يا ما أدري كذا، هو بس كلام بكلام، وقت الحقيقة موضوع آخر. إحنا لا، إحنا بنروح بالدم بالفعل، بالفعل نخلي دم. واحد يشرح هكذا ويقول أولا هاي سنة نبوية، هذا عمل عظيم، هذه لوحة جميلة الإنسان يعبرها، يعبر بها عن الفداء والتضحية، أي إشكال في ذلك؟ يتقبلها كل إنسان عاقل بعدما يقف على حيثياتها وفلسفتها يتقبلها، إلا المعاند. المعاند لا كلام مع لنا معه. لذلك إحنا لا نصر على هذه الشعائر المجيدة التي بها قوام الإسلام، إحياء السنن، ولا يمكن يعني التخلي عنها، وهي بحمد الله في ازدياد على خلاف ما تتصور الأخت الكريمة. هي تتصور أنه هذه الشعائر تزول ويعني يقل عدد ممارسيها مع مرور الزمن، لذلك تقول بعد 10 سنوات بعد 20 سنة أتوقع حتى تختفي من العراق. هي متى اختفت؟ هي كل سنة تزود تزيد في كل سنة، وهذا من قرون، يعني مو الآن، من عقود على الأقل. وحتى مع الحرب عليها، سبحان الله، أنتم يعني لاحظوا واقرأوا جيدا الدراسات الموجودة، كلها تثبت والتقارير أنه الشعائر هذه في كل سنة تزداد. هذه الله يتكفل بها مهما يطلعوا لك. بعض الناس، بعض هؤلاء اللي يسمون نفسهم خطباء، مشوا على طريقة عميد المنكر، بكيف يقوم يصعد ويخرط حكي ويعترض على بعض الشعائر، حتى أخيرا قاموا يعترضون حتى على الشموع. الآن بالله عليك الشموع بعد الإدماء سويتوا لنا قضية عليه، قلنا خوم تستحمرون أنفسكم، وكأنه الإدماء يعني شيء يعني كئيب يعني. طيب الشموع ماذا يا أخي؟ هاي الشموع حتى الغربيين يخلون شموع، يعني ما هي النكارة في الموضوع؟ على شنو بالله؟ ما نلاقي مكان نصلي في كربلاء من كثرة الشموع. الله، الآن ما لقيت مكان تصلي يا محيي الصلاة أنت؟ يعني أولا سؤال، في أيام العزاء والمواسم في كربلاء المقدسة، سواء في 10 عاشوراء أو في 40، وين أكو مكان للصلاة؟ سؤال. هاي من سنوات قبل حتى الشموع، هو أكو مكان؟ الزحام يفرض نفسه، صحيح، فالناس تصلي وين؟ أحيانا خارج الحرم تصلي. طيب يا أخي صلي خارج الحرم خير إن شاء الله، شنو صار؟ شيخنا حتى في ليلة القدر يعني ماكو. أحسنتم، ليلة القدر ناس تحيي، كلها ناس فارج مفترش الأراضي، صحيح أم لا؟ تحيي وتقرأ القرآن، هاي معروف. هذه يعني في مواسم، هاي مواسم الدعاء، مواسم الإحياء الديني، شيء طبيعي أنك ما تحصل مكان داخل الحرم، يعني شيء طبيعي هذا إلا بصعوبة. طيب يا أخي مو مشكلة، إكراما لزوار الحسين عليه السلام، صلي برا، يعني شي يصير؟ صلي بالفندق، صلي ما أدري بأي مكان، رح أشوف لك دربونة صلي بيها. شنو صار يعني الآن؟ يعني ليش نهاجم الشعائر الحسينية المجيدة التي بها إحياء ذكرى سيد الشهداء عليه السلام، علشان حضرة جنابك ما قادر تصلي داخل الحرم؟ لا تصلي يا أخي داخل الحرم، حصلت لك مكان بهدوء باحترام بما لا يضايق الزوار، كان بها. ما حصلت مكان يا أخي روح صلي برا، وهذا مكان الحسين عليه السلام، بيت الحسين ورحاب الحسين، هي حق لزوار الحسين، مو حضرة جنابك. أنت لست وصيا على الناس. أنا ضد أنه المتردية والنطيحة يصعدون المنابر، أنا ضد هذا المنهج، لأنه هذا إذا ما عند العلم الكافي والتقوى الكافية، كلمة واحدة يحدث بها فتنة. طالعي لك هالأيام، تعال والله شنو اقضي، نريد نشيل بعض الشعائر الحسينية، حتى الشموع، ليش تخلون شموع؟ الله أكبر، لا شي خلوا لك. يعني ليش هذه الحالة عند بعض الأفراد؟ وهذا تلقى الشكل هذا يروح، لأنه بسبب السكوت عنه، بسبب صوته الجميل، طريقة نعية مثلا الجيدة كذا، يروح شنو الناس تحضر ويتصوروا هذا عالم العلماء. مع الأسف هالشكل ظاهرة بالونية تتكرر دائما، فبكلمة واحدة يوجه المجتمع ممكن باتجاه خاطئ، سواء ضد الشعائر، أحيانا اتجاه ظروف سياسية معينة، ظروف تمس الأمة، هذه مفروض مو أي واحد يتكلم بها،
حتى بعض الفقهاء ما لازم يتكلمون بها للعلم. بعض القضايا الخطيرة تحتاج إلى فقيه حاذق، مو أي فقيه أيضا، يعني قد يكون فقيه فقيه مسلم وعادل لكنه فقيه في مسائل الفقه مثلا، في مسائل العبادات المعاملات، لكن غير قادر على تشخيص الظروف الموضوعية بشكل الذي ينجي الأمة. فقد يوصل لك الأمة إلى شنو؟ إلى مصايب، مصيبة. داعش تلاقيه على أسوار بغداد، ما أريد نحكي زيادة. ليش؟ ليش صار هذا الشيء؟ هنالك تقصير، هنالك مشكلة في قيادة الأمة. مع احترامنا للموجودين، مع إجلالنا على عيننا وراسنا، لكن يا أخي مشكلة التشخيص. لو كان هنالك قيادة، أنا ما أريد أتكلم، أنا عندي مشاكل كثيرة تعلمون، ما أحب أزود مشاكلي ومشاكلكم وياي، لأن أنتم هم تأكلونها ويا أبو غدير دي يسوي لي لا لا تتكلم. المهم لو كان غير هذا، يعني لو كان في موقع القيادة زين، من يستطيع أن يصادم، من يستطيع أن يجاب. إحنا شنو قلنا أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول خطاب ليلة العاشر، حفظتوه له ولا؟ أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يأتي الذل من وادع، اللي وادع هذا لازم يصير صدام وإلا يأتيك الذل. لو كان أقول هذه المنهجية اللي إحنا نفترضها ماشين عليها أولئك مع احترامنا لهم، قبل سنوات ما كنت تلاقي داعش شبر بالعراق، شبر واحد ما يتجرؤون أصلا. لكن هو شنو اللي جرأ الإرهابي؟ اللي جرأ هذا الخلأ الموجود، هذا التبعثر، هذا التشتت، هذا الارتجال، هذه العشوائية. يحتاج قيادة ناهضة بمعنى الكلمة. الشاهد احنا شنو كان اصلا كلامنا؟ كان حول موضوع الشعائر، وهذه مظهر قائل ربما لا يدخل الان في مصر، المصري ما يستقبل هذا الموضوع. فرحنا على هذول بعض المعممين التعبانين اللي يحاربون الشعائر. المهم اخواني، هاي الشعائر الحسينية المجيدة المقدسة، هاي شعائر توارثناها كابرا عن كابر. وإذا تأملتم فإن هذه الشعائر هي التي بها قوام قضية الحسين. يعني الإمام الحسين عليه السلام ليش صار الإمام الحسين الذي تلهج بذكره الدنيا وأعظم قناة للدعوة للإسلام؟ الإمام الحسين عليه السلام. ما هو سبب هاي الشعائر؟ هي التي تحفظ ذكر الحسين حية طرية كأنها اليوم قد وقعت. هاي الشعائر بمجموعها، كل الشعائر، القديم منها والجديد والمستحدث، كل ما يصدق عليه إحياء، كل ما يصدق. لأنه البعض يقول لك شنو مثلا هاي شعيرة الشموع مثلا، يقول لك هاي وين أكو بالروايات أن لأما قالوا اشعل شمعة؟ أكو بالروايات؟ لا يوجد. فيقول لك إذن ما نحتاج إلى شيء مستحدث. يا جاهل أنت، تصير يعني حسب المنطق الوهابي تفكر تقول إذن بدع هذه إذن؟ يعني تتكلم بهالمنطقة؟ هاي منطقة الوهابية هذا. إلى إما أعطوك قاعدة عامة، قالوا أحيوا أمرنا، أي شيء فيه إحياء وإن لم يكن في زمان المعصومين عليهم السلام هو مطلوب. أي شيء. شنو كان في زمان المعصومين؟ إنترنت. ليش سوون مواقع على الإنترنت؟ كان في زمان المعصومين تلفزيون وفضائيات، ليش سوون فضائيات؟ بدعة. يلا، كان في زمان المعصومين مدارس خاصة دينية، لو كانت الدراسة في المساجد، ليش سوينا منفصل عن المساجد؟ يعني مدرسة دينية، حوزة مثلا مدرسة دينية، صح؟ هذا عندنا وعند مخالفينا على السواء، صحيح؟ لماذا؟ هذا تحديث تطوير لا يأباه الشرع، بل على العكس يحث عليه الشرع حسب ظروف الزمان، حسب تطور. إلى إما قالوا أحيوا أمرنا، أي شيء يذكر الناس بأهل البيت عليهم السلام ومظلوميتهم أمر مطلوب شرعا. الشمعة، هاي الشمعة واحد يشوفها تذكر الناس بأمر أهل البيت. شمعة، هذه الشمعة فيها رمزية، دلالة على ماذا؟ على المصاب والحزن، صحيح أم لا؟ على الحداد، الناس في الحداد
تشعل ماذا؟ شموع، شمعة مثلا كذا، شغلة رمزية، هي قضية رمزية، شنو المشكلة بها؟ هذه تحيي أمر أهل البيت عليهم السلام. خلص الراية، واحد يبدل راية، شنو عندنا بالماء؟ ليش هذا ما يحكي هذا؟ وأمثال التعبانين يحكون على مراسم تبديل الراية، ما تشوف مراسم تبديل الراية؟ مو اللي عندنا هناك بالحرم الشريف، راية ينزلون راية الحمراء، يصعدون راية شنو السوداء، ومراسم ولطوم وناس تبكي وتتأثر وبث مباشر وإلى آخره، صحيح أم لا؟ الأئمة قالوا سووا هكذا، نزلوا راية وصعدوا راية في أيام محرم؟ ما قالوا عليهم السلام، لكن يشمله عنوان ماذا؟ أحيوا أمرنا، أي شيء يذكر الناس بأهل البيت عليهم السلام حسب ثقافة المجتمع، لا مشكلة في ذلك. طالع لك معترضين، ها أكو هم شغلة، قضية شنو؟ يقول لك هاي شنو شعيرة الأسد اللي رفعون أسد يدورون به هكذا على أساس واحد يعني يرتدي ثيابا ثياب الأسد هكذا يمثل كأنه أسد وهكذا ويلطم أحيانا وكذا يفعل، يقولون هاي شنو هاي الشغلة مستحدثة وطلعوا لنا ذولا ببدع جديدة، هذا الجهل. هذا إخواني هاي الشعيرة أيضا قديمة، هاي من الخمسينيات من الأربعينيات موجودة، اقرأوا الكتب التي تتحدث عن الشعر، اقرأوا المؤرخين الذين أرخوا لتاريخ كربلاء، هذه معروفة، هذه يقصد بها هم أيضا قضية رمزية. أنتم ما تعلمون أنه الأجساد الطاهرة تركت على الفلات، صحيح أم لا؟ عندنا بالآثار ماذا؟ أن أسدا جاء لكي يحمي، يعني بأمر الله عز وجل، هاي مخلوقات الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله عز وجل يجعل أحيانا حماية نبي بسبب ماذا؟ دجاجة تيجي تبيض على الغار، وعنكبوت يجي ينسج ماذا؟ ينسج خيوطه حتى المشركين لا يدخلون الغار، صحيح أم لا؟ من الذي ألهمه هذا الحيوان؟ الله عز وجل. من الذي ألهم هذا العنكبوت؟ من الذي ألهم هذه الدجاجة؟ الله تعالى يقول في القرآن الحكيم وأوحى ربك إلى النحل، صحيح أم لا؟ إيحاء يصير حتى للحيوانات، الله عز وجل مخلوقات بيد الله، الله أوحى أو ألهم قذف أيا كان أسدا جاء لكي يحرس هذه الأجساد الطاهرة من ماذا؟ من الذئاب، من الكذا، صحيح، حتى لا تنهش الأجساد الطاهرة، صحيح. وفي بعض الآثار يعني في هذا من المأثورات أن هذا الأسد كان يأتي ويمرغ نفسه بماذا؟ بالدماء الطاهرة. إنزين الأسد أيضا له شعور، الحيوانات لها نسبة من شعور، وإلا لا تسبح بحمد الله عز وجل، لكن إحنا لا نفقه تسبيحها، ولكن لا تفقهون تسبيحه، صحيح أم لا؟ الآن استذكارا لهذا الأمر، مشهد تمثيلي، الناس ترفع أسدا، يعني إنسان يلبس ثياب أسد كذا ترفعه ويسوي هكذا كأنه يمرغ نفسه بالأسد الطاهرة، إعادة تمثيل شيء يذكرنا بماذا؟ بما جرى في مصابي الحسين وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام. ما المشكلة يعني شنو المشكلة في ذلك؟ ما أدري أنه الوهابية والبكرية وكذا يستهزئون، يطبون مرض خلي يستهزئون، هم بشنو يصنع يستهزئون؟ هؤلاء قوم طبع الله على قلوبهم وعلى أبصارهم، إحنا نجعلهم مقياسا لنا؟ الغربيين أو الغربيين العلماء هاي الأشياء ما يستهزئون بها، محال. الغربيين أصلا عندهم أشياء اللي يستذكرون فيها وقائعهم، إذا تشوفون حتى هنا مراسمهم في الشوارع حروبهم القديمة وكذا يروحون إعادة تمثيلها بالكامل، يسوون لك إيفنت، يسوون لك مو شكل، هذه أشياء يفهمها العالم المتحضر، شيء طبيعي. عقدة حقارة في بعض الشيعة، أنا أعرف ذول المعممين الخايسين، أعرفهم زين، صدقوني ماكو أحد يعرفهم مثلي. عقدة حقارة، هو من الداخل يستشعر نفسه حقير أمام الآخرين، يستشعر نفسه ناقص أمام الآخرين، لذلك يجي يرتد عليك، يريد لك ماذا؟ يهذب الشعائر الحسينية. روح هذب شكلك، لا تهذب شعائر الحسين عليه السلام، شعائر الحسين يتكفل بها الحسين عليه السلام، هو يهذبها، هو يعرف يتكفل بها صاحب الأمر عليه السلام، لا أنت ولا اللي أكبر منك يقدر يتحكم بهذه الشعائر،
طالعين لك شغلة كل يومية عندهم شغلة على شعيرة من الشعائر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخ مخرج محمد موجود؟ انتظر من زمان كان. محمد انقطع للأسف الشديد. طيب طيب احنا نحاول نكمل وبعد نختم يعني الأسئلة ان شاء الله. احمد ابراهيم من بورسعيد يقول: نحن نتفق على صحة القرآن ولا يوجد بين ديننا ودينكم اي اختلاف. القرآن فيه تبيين كل شيء، والتبيين يبينه الأئمة ايضا وايضا أئمة الشيعة. نحن على حد قوله كسنة نؤمن بالمهدي، نريد يريد آيات تبين كفر أبو بكر وعمر وعثمان. أولا شوف، احنا قلنا احنا لسنا مع منهجية عمر بن الخطاب، حسبنا كتاب الله لا نقبل. نحن يعني هذا كلام الأخ مع احترامنا له كأنه والعياذ بالله يرفع الشعار الذي رفعه عمر بن الخطاب في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله قال: هاتوا لي أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، يعني هذا من السنة. قال: حسبنا كتاب الله، يعني رفض السنة. هذا منهج خطأ، عزل القرآن عن السنة خطأ، أصلا حرام شرعا، هذا من الكبار، أصلا هذا انحراف عقائدي هذا. لأن القرآن نفسه ماذا يقول؟ يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما يحق لأحد يقول أنا أكتفي بالقرآن، هذا لا يجوز. علينا أن نلاحظ السنة، هذا واحد. اثنين، يعني هاي مجموعة تصحيحات منهجية للأخ الكريم. النقطة الثانية أنه صحيح أن القرآن فيه تبيان كل شيء، هذا مسلم، الله قال هكذا في وصف كتابه، ولكن من الذي يعرف أن يستخرج من القرآن كل شيء؟ جاء في الأحاديث الشريفة عن النبي وأهل بيته الأطهار عليهم السلام هذا اللفظ، ما مضمونه هذا: إنما يعرف القرآن من خوطب به. القرآن تبيان لكل شيء صحيح، لكن من الذي يستطيع أن يستخرج هذا كل شيء يبينه يستخرجه لك من الآية الواحدة؟ من يعرف؟ رسول الله الذي خوطب بهذا القرآن. صحيح، علوم رسول الله انتقلت لمن؟ لأمير المؤمنين، باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، لأئمة أهل البيت الذين توارثوا هذه العلوم النبوية كابرا عن كابر إماما عن إمام. هؤلاء يستطيعون حتى أن يكتفوا بالقرآن، لأن هؤلاء عندهم علوم خاصة تستخرج من القرآن أسراره ودقائقه. فلو وجهت هذا السؤال للإمام المهدي المنتظر عليه السلام لأجابك، استخرج من القرآن ماذا؟ كفر أبي بكر وعمر. أصلا لو تدعو أو تطلب من الإمام نظرية فيزيائية من القرآن، يستخرج لك نظرية فيزيائية من القرآن، يصحح لك نظريات فيزيائية كيميائية كونية أيا كان من هذا القرآن، يقول لك هذا صح وهذا غلط لأن القرآن هكذا يقول. أما إحنا بعقولنا القاصرة لا نستطيع. فهذه مجموعة تصحيحات منهجية لازم تصحح. مع ذلك نقول إنه ما معنى أن تقول نحتكم للقرآن وحده؟ لا أقل تحتكم للقرآن مع أسباب نزوله، مع تفسيره، لأنه شلون تحتكم للقرآن بلا تفسير له؟ تستطيع؟ يعني الآن مثلا أنت تريد أن تحتكم للقرآن في إيجاب الصلاة، تأتي لشخص لا يعتقد بالصلاة، صحيح؟ تقول له القرآن قال أمرنا بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، صحيح أم لا؟ فتقول إذن هذا أنا أستدل به عليك. هل يصح لذاك أن يأتي ويقول لك لا هذا لا حجة لأنه الصلاة ما معناها؟ من قال الصلاة دعاء؟ من قال أن الصلاة هي هذه التي أنتم تمارسونها؟ يعني حين الفجر تصلون ركعتين، وحين الظهر أربعا، وحين العصر أربعا، وحين المغرب ثلاثا، وحين العشاء أربعا. من قال هذه الكيفية وهاي الهيئات، هاي الهيئة للصلاة وهاي الركعات وهاي الطريقة وهاي الأمور؟ لا، أنا أقول مطلق الصلاة كاف خلص. واحد كان عندنا بالكويت من هؤلاء المنحرفين، هو بكري والأصل طبعا،
فكان يقول إيه صاير من ذولا جماعة اللي يسمونهم قرآنيين، يقول نكتفي بالقرآن، السنة كلها محرفة ومهملة أصلا لا حجة فيها. فكان يقول إيه أنا أحيانا أصلي الصلاة، المهم شيء اللي يقربني للرب عز وجل، فأنا أحيانا أصلي وأنا نايم أنام هكذا أتأمل أقول سبحان الله لا إله إلا الله شيء، خلاص هاي صلاتي تمت، أقمت الصلاة كافي، وأقابل الله بقلب سليم بهذا. هذا كلام يقبل؟ هاي نتيجة رفض السنة. فإذا لابد أنه حينما تقول إذا أردت أن تكون منصفا معنا تقول القرآن مع تفسيره على الأقل، يعني لأنه إذا ضممنا تفسير القرآن إلى القرآن نفهم لا أنه أقيم الصلاة يعني الصلاة المخصوصة هذه اللي بالسنة بيّنتها أنه بركعاتها بأوقاتها بفرائضها بأجزائها بشرائطها، صحيح؟ فهنا يكون احتجاج بالقرآن مقبول نوعا ما. فهنا نقول إذا اعتمدنا هذه القاعدة أنا أقول لك أنه الدليل على كفر أبي بكر وعمر من القرآن. شوف يا أخانا الكريم، القرآن ماذا يقول؟ يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه آية محكمة غير متشابهة، هذه تدلك على أنه من فيه صفة النفاق هذا في الدرك الأسفل من النار، لأنه المنافق ماذا؟ كافر في حقيقته، هو كافر. طيب سؤال مهم، هذا الذي يكون شاكا في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن أم منافق؟ منافق. إذا اعترف على نفسه أنه شاك منافق 100%، خلص واضح بعد 100% أنه هذا على الأقل منافق وفي الدرك الأسفل من النار. عمر بن الخطاب اعترف على نفسه بأنه شك في نبوة رسول الله، متى؟ في صلح الحديبية. روح اقرأ كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السير كلها تبين لك أن عمر يقول ما مضمونه، أنا ما شككت مثل ما شككت يومئذ، يعني في صلح الحديبية شككت في الدين في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي صالح المشركين، صار عندي شك قوي، هذا دليل على أنه منافق. طبق الآية الكريمة طبق الآية الكريمة على تصريح عمر عن نفسه، صحيح؟ فتكون النتيجة ماذا؟ أن عمر منافق والمنافقون ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار. زين، الأدلة كثير. دليل آخر، عمر أثر عنه أنه يقول، هذا في أيام احتضاره كان بعدما طعن وسيموت، كان يقول وددت لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لأفتدي من عذاب الله، وفي رواية أخرى يقول ليتني كنت ترابا. زي القرآن ماذا يقول؟ ويقول الكافر ليتني كنت ترابا. هذا واضح كافر، لأنه يخاف، بخلاف المؤمن. المؤمن لا يجزع، المؤمن يقبل على رب رحيم. إذا جزع يجزع من أي شيء؟ يجزع من فراق الأحبة مثلا، يعني يحزن لهذا السبب، مو يجزع من لقاء الله. المؤمن عمره ما يجزع من لقاء الله. أمير المؤمنين عليه السلام لما ضرب ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة، أبدا ما جزع، كان مرتاح يقابل ربه عز وجل، يقبل على رب رحيم يجعله في الفردوس الأعلى. كذلك أئمة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام. أما عمر من ضرب ماذا؟ حالة من الجزع، ليت لي طلاع الأرض لأفتدي من عذاب الله، يعني الجبال تمتلئ ذهبا حتى أقدم رشوة لله والعياذ بالله حتى يدخلني الجنة يعني، وما أدري ليتني كنت ترابا وليتني كذا وليت أهلي، أشياء أحيانا عمر يقولها مضحكة بس هي من شدة الجزع عنده، خايف، يخاف من النار، يعني خايف لأنه يعلم ما ارتكب في الدنيا، يقول ليت أهلي.
ليتني كنت كبش أهلي، أي ليتني كنت كبش أهلي فسمنوني ثم ذبحوني ثم أكلوني ثم أخرجوني بعرا أو عذرة عذرة أخرجوني ولم أتعرض، يعني ولم أكو بشرا، ولم أكو بشرا، إيه لم أكو بشرا حتى لا أتعرض الآن لعذاب الله. ليتني كنت خرأ أجلكم الله ولا أكون ماذا؟ إنسانا بشرا سويا. الله كرمه وكرم بني آدم، يقول بس حتى أفر من هذا العذاب. هذا كلام الجازع، كلام من؟ كلام الكافر الذي يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت كذا، هذا كلام الكافر، هذا الكلام الذي يعرف من نفسه ما هي حقيقته. الراد على رسول الله ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، هكذا دلنا القرآن، هكذا دلتنا الأحاديث الصحيحة، وعمر بالإجماع رد على رسول الله في رزية الخميس. وعلى هذه فقس يا أخانا الكريم، يعني الأدلة على كفر هؤلاء ونفاقهم، إعراضهم عن أمير المؤمنين عليه السلام ومحاربتهم له، مناوأتهم له، إجرامهم بحقه. وأمير المؤمنين هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا أو نحو ذلك. فهذه كلها أدلة تدلنا على أن هؤلاء ليسوا من أهل الجنة، بل هم في حقيقتهم كفار من أهل النار. والكلام في ذلك يطول، لكن إخواني أنا دائما في البث المباشر صراحة أتعب، لأنه الوقت يطول، والإخوة دائما أيضا يوصوني بالاختصار، فيعذرني الأخ الكريم، وإن شاء الله في المرات القادمة نفصل أكثر. سؤال اللي بعد. شيخنا جليل أيضا يسأل، الأخ أحمد من بورسعيد يسأل: أنا لا أعرف بأن النبي مات مسموما، كيف تم تسميمه؟ أخي الكريم، أنا أنصحك بمراجعة سلسلة محاضرات الليالي المحمدية على اليوتيوب، قد تم تفصيل هذا الموضوع بأكثر من محاضرة في 6 حلقات، بإمكان الأخ الكريم مراجعة هذه الحلقات. شيخنا جليل لديه سؤال يقول: لو أنتم حكمتم الحجاز، هل ستهدمون قبر أبو بكر وعمر وتذهبون البقيع وتنبشون القبور إلى آخره من هذه الأمور؟ لا، لن نفعل. لا، بس خلي يسلمون الحجاز، احنا ما رح نفعل، لا تخاف. إن شاء الله. هذا مو من شأننا، هذا ليس من شأننا، هذا أمر بيد الله عز وجل. نحن لا لن ننبش قبرا ولا لنعلى، بالعكس أصلا فليبقى أبو بكر وعمر، يعني حسب المعروف أنه أبو بكر وعمر هكذا بقرب النبي صلى الله عليه وآله، حتى كل إنسان يذهب يزور النبي صلى الله عليه وآله يرى ظلامته، أنه كيف دفن إلى جواره قاتلاه، وكيف اقتحم بهما حجرته النبوية بلا إذن، بلا إذن. هذا من ظلامة النبي صلى الله عليه وآله، مثل ظلامة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهما مدفون إلى جوار هارون العباسي الطاغية، اللي المخالفين يسموه هارون الرشيد، بتاع ألف ليلة وليلة، ماكو هذا، فاسق فاجر ظالم قاتل. إيه الرشيد، لا، الإمام الرضا دفن إلى جوار الرشيد، إلى جوار اللي يسمى الرشيد هذا المأمون لعنه الله، فعل هكذا. أي فهذا من ظلامة الإمام الرضا عليه السلام أن يكون بقربه قاتل أبيه، لأنه هارون لعنه الله قاتل الإمام موسى بن جعفر والد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. فهذا من ظلامات الأئمة صلوات الله عليه، وهي ظلامة النبي صلى الله عليه وآله. النبي هل هنالك حديث واحد عن النبي يجيز فيه أو يأمر فيه بأن يدفن إلى جواره أبو بكر وعمر؟ لا. إذن هذا كيف أدخل إلى حجرته النبوية الشريفة ودفن إلى هناك بأمر عائشة؟ بأي حق أصلا عائشة تفعل هذا؟ يقولون هذا لأنه بيت عائشة. أي بيت عائشة؟ وين كان بيت عائشة؟ هاي الحجرة النبوية الشريفة، بيت عائشة كان خارج هاي الحجرة، بعدين في حكومة أبي بكر عائشة ضمت الكل، سوت توسعة، فتحت حجرتها
على الحجرة النبوية الشريفة اللي كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي فيها ودفن فيها، واستولت على الكل. ما سامعين الشاعر ماذا يقول في خطاب عائشة؟ يقول: تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت لك تسع من الثمن وفي الكل تصرفت. أنت حقك إن ورثت شيئا من النبي صلى الله عليه وآله حقك ماذا؟ تسع من الثمن، لأنه الزوجة مع وجود الابن أو البنت للأب ترث ماذا؟ الثمن فقط بنص كتاب الله، هاي فريضتها. والنبي مات أو استشهد عن تسع زوجات، صحيح؟ فالثمن يشتركن، هؤلاء التسعة يشتركن في هذا الثمن، صحيح أم لا؟ فيصير النصيب ماذا؟ تسع من الثمن. تسع من الثمن شنو؟ شبرين بشبرين. هذا أين ترث يعني إذن كل هذا؟ بأي حق؟ وهذه بيوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، نص القرآن، يعني ما يجوز. وحرمة النبي حيا كحرمته ميتا، هذا إجماع. إذن لا يجوز لي أن أدخل بيت النبي دون إذن. من المأذون؟ من المأذون في دخول هذا البيت؟ أهل بيت النبي صلوات الله عليه، هؤلاء المأذونون، أبو بكر وعمر. كيف أدخلا هنا ودفنا؟ هذا تصرف غصبي في الشريعة، يعني الشريعة تقول هذا تصرف غصبي. يصبح هنا الحكم للعلم شرعا وجوب إخراجهما. الآن لو لك بيت ودفنوا في بيتك من لم تأذن بدفنه، يصبح هذا الدفن ماذا؟ تصرفا غصبيا، لك أن تراجع الحاكم الشرعي يأمر بإخراج هذا الذي دفن ببيتك من غير إذن، ينبش قبره ويدفن في مكان آخر، صحيح أم لا؟ هذا هو الحكم الأصلي. لكن نحن لسنا أوصياء على مواريث النبوة، هذا شغل الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك في الروايات عن الإمام المهدي عليه السلام أنه حين يظهر سيخرج أبا بكر وعمر من هذا المكان، مدفونان غصبا، حرام شرعا بلا إذن. عائشة أذنت، وأذنت من أعطى عائشة الولاية أصلا على مواريث النبوة؟ من أعطاها الولاية؟ هاي المدعات، لا النبي أعطاها ولا الكتاب أعطاها ولا شيء أعطاها. يقولون مسكن عائشة، مو مسكن عائشة يا ابن الحلال، مسكن عائشة مكان آخر. وحتى هذا المسكن هي لا تملكه، إنما تسكن فيه بحق حتى بدون حق، يعني مجرد بوهب السكنة. يعني النبي وهب لهن حق السكنة في بيوته، وإلا بنص الكتاب هذه ماذا؟ بيوت النبي صلى الله عليه وآله، هاي بيوت، يعني هاي ملك خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنت جنابك عندك بيت تتزوج، الزوجة تسكن في البيت بأي حق أو بأي شيء؟ تهبها ماذا؟ السكنة. فحتى إذا أنت مت تبقى في هذا البيت ماذا؟ لأنها ساكنة فيه برباط الزوجية، لا أن البيت صار ملكا لها. البيت لا يصبح ملكا لها، البيت ملك لمن؟ للزوج. هذا بيت الزوج، هذا بيتي أنا، أنا شريت البيت وأنا هيئته، أنا تزوجتها، باكر أطلقها تطلع من البيت، ما تشاركني في البيت، صحيح أم لا؟ فإذا مت عنها هي تبقى فيه، صحيح، لكنها ماذا؟ لا تملك شيئا. الملك ينتقل لورثتي، أبنائي هم يملكون البيت، صحيح؟ إلا اللهم أن أهبها هذا البيت، أملكها هذا البيت، أقول ملكتها مثلا هذا البيت. هاي موازين فقهية شرعية معروفة. طيب أين عندنا دليل أن النبي قال أنا ملكت هاي الحجرة لعائشة؟ وين أعطى هذا الدليل؟ وين هذا الشيء؟ لا يوجد عندنا، عندنا لا يوجد أن النبي يقول أنا ملكت هذا البيت لعائشة أو وهبته لعائشة، لا يوجد. فإذا هذا البيت يصبح حقا أصيلا للنبي صلى الله عليه وآله. استشهد النبي يصبح حقا أصيلا لمن؟ للزهراء عليه السلام، بابنته هي الوارثة، ترث البيت كله خلص. على المنهج البكري
إن أدخلت الزوجات فنصيب عائشة شبرين بشبر، هذا بس فقط، تسع من الثمن. فليس لها أن تأتي تأذن بدفن رجلين طويلين، أبو بكر وعمر كانا طويلين أيضا للعلم، طويلان كانا، فدفنتهما في هذا المكان كيف شنو بكيف أبوها، على أساس؟ هذا تصرف غصبي. الإمام المهدي عليه السلام سيصحح هذا الوضع غير الشرعي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الروايات موجود أن الإمام عليه السلام حين يدخل المدينة المنورة سيقول: من دفن هذين بجوار جدي دون إذن منا؟ مضمون الحديث الشريف هذا كله قاله أئمة أهل البيت عليهم السلام. الله يراوينا هذا اليوم إن شاء الله قريبا عاجلا. المهم، إذا نحن كما يقول الأخ السائل ملكنا الحجاز لن نفعل ذلك، لأنه نحن ليس هذا ليس من تكليفنا، هذا تكليف خاص لحفيد النبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم من ورثته، وهو الإمام الحجة المهدي عليه السلام، هو يتصرف، إحنا ليس لنا نتصرف، نبقي الوضع على ما هو عليه. نشكركم جزيل الشكر شيخنا الجليل على هذه الإجابات، بارك الله بكم. نشكر السادة الحضور الكرام الموجودين هنا، ونشكر السادة المشاهدين الكرام على حسن المتابعة. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقات القادمة، برنامج الحوار المفتوح مع سماحة الشيخ الحبيب. استودعكم الله من هنا من مسجد المحسن الشهيد في أرضي فدك الصورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.